بشرف وبرحب بكل القامات الفكرية الكبيرة اللي موجودة النهاردة معانا في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة. والحقيقة يمكن حضراتكم إذا كنتوا بتتابعونا، يعني أنا كنت حريص منذ تشكيل الحكومة الجديدة منذ 3 أشهر بالضبط، إن أنا أكون يعني كل أسبوع يبقى في يعني فعالية بنطلع فيها ونتكلم ونتحاور مع الصحافة، أو حتى في بعض الجلسات كان تم دعوة رؤساء التحرير وبعض الإعلاميين. ولكن الحقيقة وأعتقد الحمد لله الموضوع ده كان بيساهم بصورة كبيرة إن الناس تتعرف على وجهة نظر الحكومة في عدد من القضايا المهمة، وبنرد على أقاويل الرأي العام والسوشيال ميديا اللي بتطلع كل أسبوع علشان نوضح من جانبنا كحكومة إيه التحديات وإيه التوجهات بتاعتنا في هذا الأمر. والحقيقة يمكن اللي حسيته وشعرت بيه واستشرفته إن هناك أيضا يعني جانب مهم جدا إحنا كحكومة كمان محتاجينه، إن يبقى هناك تشاور وتحاور مع القامات الفكرية الكبيرة اللي موجودة في الدولة اللي بتمثل كل الأطياف والتخصصات، عشان نتشارك مع بعض كلنا يعني الرؤية والتصور، واستمع برضو لحضراتكم في تصوراتكم للتحديات اللي بتواجهها الدولة المصرية النهاردة في هذه الفترة. فعشان كده يمكن أنا حتى الأسبوع اللي فات وأنا في مؤتمر الصحفي المعتاد الأسبوعي قلت يعني إن أنا هبقى أشرف بمحاولة دعوة عدد من القامات الفكرية اللي بتمثل المختلف التخصصات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحتى الرياضية والثقافية، عشان نتحاور مع حضراتكم ونشوف توجهاتنا كلنا مع بعض في خلال الفترة الجاية بما يعني يكون في صالح إن شاء الله الدولة المصرية. وبالتالي يمكن وده ده يمكن سيادة الرئيس دايما بيؤكد على فكرة إن لازم يبقى فيه نطلع نتكلم مع الناس ونشرح لهم التحديات ونستمع طبعا لكل الرؤى ونشوف مع بعض يعني برضو ردود عليها ونشوف مع بعض ازاي ممكن نتوافق على التوجه في هذا الشأن. وعادة انا اللي دايما بطلع بتكلم بصورة كبيرة جدا في المؤتمرات الصحفية وبعد كده باخد اسئلة، انما المرة دي تسمحوا لي انا هعكس، يعني انا اللي انا عايز اعمله ان انا حدي مقدمة كده بسيطة وبعد كده بعد إذنكم يعني هبقى أنا اللي عايز أسمع منكم وتوجهات معينة بحكم طبعا خبرات حضراتكم الكبيرة جدا كلهم في تخصصه، وأشوف مع حضراتكم أنتوا شايفين التوجهات نتحرك إزاي كدولة في هذا الكلام. وببقى حريص عشان حضراتكم نبقى إن إحنا بنعمل على الهوى عشان يبقى الكل بيتكلم، ويعني ما عندناش أي مشكلة إن إحنا بنتحاور لأن إحنا كلنا هدفنا حاجة واحدة، مصلحة مصر ومصلحة الدولة المصرية. فالحقيقة يمكن وهقول لحضراتكم ولا أخفي على حضراتكم، يعني إحنا امبارح لغاية طبعا إحنا يعني كنا يعني تشرفت بدعوة حضراتكم وحضراتكم يعني شرفتوني بقبولكم هذه الدعوة، ولكن طبعا المستجدات اللي حصلت امبارح بالليل يعني التداعيات الرهيبة اللي حصلت وحكيت حضراتكم متابعين حتى خلتنا هل من الملائم إن إحنا لسه نعمل المؤتمر ونتكلم، ولكن أنا وجدت بالعكس ده يعني في ضوء التداعيات اللي حصلت دي بالعكس أنا أحرص ما يكون إن أنا أستمع إلى رؤى حضراتكم وبالذات المعنيين بالشأن السياسي والتوجهات الفكرية في هذا الأمور علشان نتحرك كلنا مع بعض. ويمكن عشان كده بالذات لأن طبيعة المرحلة بكل التحديات الموجودة يعني أنا طلبت من زميلي وأخي الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية برضو يبقى مشارك معانا عشان يستمع لو في أي تعقيبات برضو هو يبقى يعقب، ولكن الأساس كله إن أنا عايز أسمع لحضراتكم يعني ونشوف رؤى حضراتكم إيه في هذا الشأن. اللي عايز أقوله يعني بمنتهى الأمانة يعني أنا دايما أنا بقولها إحنا موجودين في حالة أو في مرحلة فارقة، يعني أعتقد في مرحلة استثنائية وحضراتكم تشاركوني لم تشهدها لا العالم ولا المنطقة منذ عقود طويلة، ووتيرة الأحداث وسرعة التغيير اللي بيحصل والمستجدات اللي بتحصل فوق طاقة أي حد النهاردة، يعني كلنا أنا بقول بدون مبالغة بنلهف وراء الأحداث اللي كل يوم بتحصل وكل أسبوع، يعني لما بعمل الاجتماع بيبقى الأسبوع اللي بعده
كمية أحداث وفعاليات حصلت في خلال أسبوع واحد بتغير تفكير ورؤى يعني وتوجهات للعالم كله. فالحقيقة كل الحكومات اللي موجودة النهاردة ما اعتقدش عندها بقت الرفاهية انه يضع تصور لسنتين وثلاثة واربعة لقدام في ضوء تغيرات زي ما حضراتكم شايفين. يعني انا كنت بقولها لزمايلي يعني ليس من المبالغة ان احنا قاعدين النهاردة وممكن نقعد ساعتين ثلاثة احنا مش عارفين في الساعتين ثلاثة ممكن يحصل ايه. واحنا قاعدين دلوقتي من الوارد يحصل تغيير جذري في بعض اللي بيحصل دلوقتي يؤثر علينا لعقود قادمة يعني من كتر تداعيات هذا الموضوع. فبالتالي يمكن احنا طبعا بقينا في حالة عدم يقين هائلة بتملي على الحكومات التعامل مع الأحداث بصورة المدى القصير وازاي ان انا استوعب اللي بيحصل ده واتعامل معاه بنظرية الاستمرار والاستقرار ومحاولة الإبقاء على الأوضاع اللي موجودة في الدولة. وطبعا عندنا الرؤى وعندنا التحرك للمرحلة القادمة لكن ما بقاش حتى عندي رفاهية ان انا اقول تصورنا لثلاث واربع وخمس سنين هيبقى بهذا الشكل لان ما حدش عارف بكرة فيه. ولكن مع ذلك الخطط موضوعة بننفذها على المدى المتوسط والبعيد ولكن كل شوية بتيجي متغيرات تؤدي الى تغير بعض المستهدفات او ان احنا نناور او نعمل نوع من التكتيك للتعامل مع هذا الكلام. لكن اللي بنحمد عليه ربنا بالتأكيد كلنا اذا كنا بننظر النهاردة للخريطة اللي احنا موجودين فيها والمنطقة ان مصر والحمد لله هي ويا رب يديمها نعمة هي واحد الامن والاستقرار اللي موجودة النهاردة في المنطقة. ويعني حضراتكم اكثر مني ويعني خبراتكم الكبيرة في هذا الشأن عارفين. وده راجع اعتقد لان السياسة اللي الدولة انتهجتها من البداية مصر وده طول عمرها اعتقد في يعني السياسة المصرية الاصيلة ان احنا مش دولة ليها تطلعات للخارج. احنا دائما دولة بتنظر لمصلحتها عندها منظور الامن القومي والاقليمي في الاساس وبالتالي حتى العقيدة اللي موجودة عندنا دايما هي الحماية والدفاع عن يعني مصالحنا. ولكن عمرنا ما كان عندنا الرغبة في الخروج او الطمع في اي اطماع خارجية وبالتالي حتى العقيدة حتى على مستوى القوات المسلحة هو الدفاع عن حدود الدولة وعلى مقدرات الدولة المصرية. ولكن لا يوجد لدينا يعني التفكير في اطماع خارجية ولا هذا الكلام. واي علاقات الدولة حتى على المستوى الدبلوماسي او علاقات تجارية وسياسية واقتصادية بتبقى من منطلق الحرص على مصالح الدولة المصرية. فبالتالي الحمد لله حتى هذه اللحظة مصر هي الدولة يعني المستقرة وان احنا حريصين بدءا من القيادة السياسية والحكومة وكل الجهات على ان شاء الله يا رب استدامة الاستقرار والامن في الدولة المصرية في خلال هذه الفترة. ولكن كل حرصنا بالتأكيد على ضمان مقدرات الأمن القومي. وهنا لما بتكلم أمن قومي مش بتكلم فقط على الأمن العسكري لكن أنا بتكلم على الوضع الأمن السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتنموي للدولة بكل الأبعاد اللي موجودة. كل حرصنا في هذه المرحلة مع كل المتغيرات والتبعات اللي بتحصل ضمان تقديم كل الخدمات الأساسية والمتطلبات المعيشية للمواطن المصري بأقل قدر من الأعباء والتبعات اللي ممكن تلقى عليه في ظل حجم التحديات اللي احنا بنواجهها واللي اعتقد حضراتكم بتشاركوني انها تحديات غير مسبوقة. وانا عايز هنا يعني اتكلم لان دايما بيتقال احيانا لما بنطلع نتكلم على هذا الموضوع يتقال انتوا دايما بترموا الموضوع على الظروف السياسية والظروف الجيوسياسية وقولوا هي ليها النصيب الاكبر من التداعيات اللي موجودة. يعني بمنتهى الأمانة أيوة ديها تأثير كبير جدا 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 النهاردة. لما أنا أكون النهاردة بقالي ست شهور قناة السويس بقت فقدت أكتر من 60% من إيراداتها. يعني أنا كل شهر عندي خسائر من 550 ل 600 مليون دولار. دي كانت فلوس بتدخل للدولة المصرية بتساهم في يعني تلبية احتياجات الأساسية للدولة فقدتها. فالنهاردة أنا بتكلم في خسائر وصلت فوق 6 مليار دولار. دول كانوا أرقام بتاعت مصر بتيجي بقى بعيداً عن أي
استثمار بعيدا عن تصدير، حاجات كانت تعتبر ثابته ومستقره. النهارده بسبب اللي بيحصل ده بقت موجوده، والنهارده مع المنظور الصراع اللي موجود محدش عارف هذا الصراع ممكن يستمر لمده قد ايه ومدى تداعيات هذا الموضوع. طب الصراعات دي ادت لارتفاع اسعار السلع والخدمات؟ بالتاكيد حضراتكم اكيد نتيجه لاضطراب حركه التجاره ابتدت كل التشينز بتاعت التجاره بتلجا لطرق بديله، اسعار كبيره، التامين على حركه التجاره نفسها زاد، كل ده ادى الى زيادات في الاسعار بصوره كبيره جدا في كل حاجه. فالنهارده ده بقى جزء بقى موجود، ادى الى تضخم موجود، وحضراتكم عارفين اللي بيحصل على مستوى العالم كله في تضخم. طب انا هقول لحضراتكم، بمجرد ما طلع الخبر امبارح، وارجو اذا كنتوا حضراتكم بتتابعوا، مجرد طلع الخبر ان بدات الصواريخ تخرج، هي حتى قبل ما توصل البترول زاد 5%، والموضوع حصل ارتفاع في اسعار السندات على الدولار، الذهب زاد وقفز قفزات كبيره. يعني احنا بنتعامل مع يعني ظروف بقت كل شويه مؤثرات خارجيه بتؤثر علينا بصوره كبيره جدا. بالتاكيد ممكن الكلام ده وندعو الله انه ما يحصلش، ممكن يكون مع استمرار هذا الوضع واتساع دائره الصراع يبقى في تاثير على السياحه باعتبار المنطقه منطقه صراع. من الوارد انه يبقى برضه ليه تداعيات على مناخ الاستثمار بصفه عامه، ما هو اي مستثمر خارجي لما بيجي يبص المنطقه يقول طب انا ادخل ليه في منطقه فيها النهارده حروب ونزاعات، طب استنى شويه لغايه لما الامور تستقر. فكل ده ليه تاثير مباشر وغير مباشر على الدوله المصريه. ومع ذلك احنا اشتغلنا الفتره اللي فاتت على حجم هائل من الاصلاحات الاقتصاديه، على وضع تصور واضح ورؤى في ملفات مهمه جدا للدوله، ازاي تشجيع القطاع الخاص، العمل بصوره كبيره جدا بارقام مش مجرد كلام، على ازاي نزود مساهمه القطاع الخاص بارقام محدده من لمده 3-4 سنين قادمين، بحيث يبقى هو الرقم الاساسي والفاعل في حجم الاستثمارات الكليه اللي في الدوله المصريه، ويقود القطاعات المحدده اللي احنا حطيناها في وثيقه سياسه ملكيه الدوله. الدوله ازاي تعظم من الاستفاده من اصولها من خلال برنامج طروحات وشراكه مع القطاع الخاص. يعني كل ده احنا بنتحرك فيه. اصلاحات ضريبيه النهارده ان شاء الله، وانا بقولها لحضراتكم، بداناها واطلقناها وهنعلنها يمكن على الاسبوع القادم بصوره نهائيه، وهنبدا ندخل حتى بالتعديلات التشريعيه بتاعتها عشان نقرها من البرلمان قبل نهايه هذا العام عام 24، عشان تبقى مفعله باذن الله، وكل هدفها ان احنا نحل المشاكل المتراكمه ونيسر على مناخ الاعمال في خلال الفتره الجايه، تبسيط اجراءات احنا بنشتغل عليها في هذا الموضوع. ملف الحقيقة الطاقة، وبنتحرك فيه بمنتهى القوة عشان نوصل إلى مستهدفاتنا في أن الطاقة النظيفة تبقى تمثل أكثر من 42% على بحلول عام 2030. بندخل كميات كبيرة جدا من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، موضوع الهيدروجين الأخضر، وأن مصر تبقى مركز في هذا الشأن بصورة كبيرة. حطينا القواعد والوائح والتشريعات اللي بتساعد على تفعيل هذا الموضوع. فالحقيقة الملف ده كله بنتحرك فيه كموضوعات مهمة جدا. الصناعة الحقيقة وحضراتكم أكيد متابعين، بنتحرك بقوة شديدة لدعم هذا القطاع المهم جدا، اللي احنا متأكدين ان هو ده الملف اللي لازم يقود الاقتصاد المصري في خلال الفترة الجاية عشان موضوع التصدير واستدامة الموارد الدولارية. الزراعة النهاردة احنا بنعمل مشروعات قومية كبيرة جدا لزيادة المساحات اللي تبقى مستصلحة سواء أفقيا أو حتى رأسيا، في استنباط أنواع جديدة من التقاوي والبذور علشان نعلي إنتاجية الفدان بتاعنا. تدوير المية، أنا عايز أقول لحضراتكم، أنا يعني مش بخفي سر وأنا بقوله، إحنا كنا وصلنا تقريبا في الفترة السابقة مفيش نقطة مية بتترمي في البحر المتوسط. إحنا تقريبا كنا قفلنا كل المصبات اللي بتلقى على البحر المتوسط، وكانت كل المياه بيعاد استغلالها وبتستخدم بعد المعالجة في مشروعات كتيرة جدا، سواء للزراعة طبعا بالتأكيد، الاستزراع السمكي. يعني تقريبا كان شبه في مرحلة ما وقفنا تماما إلقاء المياه على المصبات، يعني معنى كده المياه كلها عمالة يعاد تدويرها. فمش سايبين أي ملف النهاردة إحنا شايفين إن هو من المهم ان احنا نتحرك عليه غير وبنتحرك عليه. يعني
النقطة المهمة جدا، محطات الصرف الصحي اللي كانت موجودة، احنا كل محطات، انا بقولها لحضراتكم وانا قاعد النهاردة، كل المحطات اللي موجودة على امتداد محافظات الصعيد تم تحويلها الى محطات معالجة ثلاثية، علشان المياه بتاعتها النهاردة اللي بعد كده سواء كانت بتلقى بمصارف او تنتهي الى نهر النيل تبقى معالجة بالكامل، تبقى موجودة. صرفنا على الكلام ده مئات المليارات لغاية لما قدرنا ان احنا نحقق هذا الموضوع. النهاردة موضوع تحلية مية البحر بنتحرك فيه، وصلنا النهاردة عشان حركم تبقوا عارفين معايا، احنا كنا في 2014 او قبل لغاية 2015-2016 كل ما ننتج من مياه محلاة في اليوم 80,000 متر مكعب. النهاردة وصلنا لمليون ونص متر مكعب مياه محلاة، لان طبعا مع ثبات حصة مصر من مياه النيل، واللي ده بالنسبة لنا واحد من الثوابت الامن القومي وحضراتكم عارفين هذا الكلام، لكن الزيادة السكانية بتفرض علينا ان لازم ندور على موارد اضافية للمياه، وبالتالي ده جزء من الكلام المهم جدا. طب نيجي للمؤشرات الاقتصادية، لان معانا عدد كبير من المتخصصين في هذا المجال. احنا اشتغلنا بصورة كبيرة جدا الفترة اللي فاتت على الاصلاحات السياسة النقدية والسياسة المالية وتحسين بعض الإجراءات من خلال الإصلاحات الاقتصادية. والمؤشرات المهمة اللي أنا عايز أقولها لحضراتكم، ويمكن كانت لسه معالي وزيرة التخطيط النهاردة بتعرض في مجلس الوزراء، إحنا ديسمبر اللي فات كان الدين الخارجي 168 مليار، آخر يونيو نزلنا تحت 153، يعني 152.8، يعني تقريبا أكتر من 15 مليار دولار نزلوا في خلال 6 أشهر. طبعا ده بالإجراءات اللي الدولة عملتها بالصفقة بتاعت رأس الحكمة، ولكن معاها الحقيقة أصلح أوضاع البنوك المصرية وصافي الأصول الأجنبية اللي كان على مدار يعني أكتر من سنتين بالناقص، كان وصل لنيجاتيف أو ماينس 27 مليار، النهاردة عدى 13 مليار بالبوزيتيف. الاحتياطيات من العملة الأجنبية النهاردة صافي الاحتياطي في البنك المركزي 46.6 مليار دولار. فاحنا شغالين على هذا الموضوع. الموضوع الثاني موضوع ملف الدين، وازاي نحاكم موضوع الدين ونقلص الدين من كاجمالي من الناتج المحلي الاجمالي وتبعاته. طبعا المشكله اللي بترهقنا النهارده مع التضخم وزياده سعر الفايده بقى خدمه الدين هو الرقم الكبير في الموازنه العامه للدوله، لكن بالتاكيد اللي احنا بنشتغل عليه النهارده من عمليه التجديد، وده يمكن التجديد أنا عايز أقول لحضراتكم ظهر بوضوح شديد في نسبة النمو بتاع الربع الأخير. إحنا الربع الأخير 2.4% نسبة نمو، وبالتالي يعني الرقم ده طبعا يعني إحنا عارفين كويس قوي كحجم دولة مصرية مش هو ده المفروض تبقى نسبة النمو، لكن نتيجة للتجديد اللي حصل وتجديد الإنفاق وموضوع وضعنا سقف طبعا للاستثمارات للعام المالي الجديد، كل هدف ده كله عشان أقلل التضخم، لان لما ابدا يبقى الدين برقم معين بس بدفع عليه كفايده 10% غير لما ادفع النهارده 25 و26%. فاحنا كل استهدافنا ان مع نهايه 25 ننزل بالتضخم الى ما دون 10%، وبالتالي كل المؤشرات تبدا تساعدنا ان انا اخصص النصيب الاكبر من الوزنه مره اخرى للمشروعات المهمه اللي بتمثل اهميه كبيره جدا للمواطن المصري عشان نقدر نساعده في هذا الشان. فكلام ده برضو على القطاع الخاص النهاردة، أعتقد يعني مؤشر مدير المشتريات اللي هو الـ PMI لأول مرة الشهر اللي فات بعد 4 سنين بيعدي الرقم الموجب، يعني بيتجاوز 50 نقطة وبقى 50.4. ده كان مؤشر مهم جدا النهاردة، ده بيدي لأنه ده بيبقى انطباع القطاع الخاص وهو رؤية القطاع الخاص لمستقبل الاقتصاد في البلد. فده كله احنا بنشتغل عليه. ما زال عندنا ملفات كتيرة جدا وتحديات كتيرة جدا في الدولة المصرية وعارفين هذا الكلام، ولكن التحدي الأكبر النهاردة ان احنا مش بنشتغل في وضع مستقر، وحضراتكم اكيد حاسين باللي احنا فيه. الحجم التحديات والضغوط الخارجية وتأثيرها علينا كبير جدا جدا جدا، وبالتالي مضطرين بنشتغل على المدى القصير واستيعاب الأزمات والصدمات اللي بتحصل، وفي نفس الوقت المستهدفات اللي احنا حاطينها مع للدولة المصرية على مدار الثلاث والأربع سنين الجاية ان احنا نتحرك على تحقيقها في هذا الشأن. المشكلة الحقيقية اللي بتواجهنا، وانا عشان كده يمكن
كنت حريص ان انا حضراتكم تبقوا معانا. كم الاشاعات والاخبار المغلوطه اللي بتطلع على مدار اليوم وبتبقى على طول حضراتكم عارفين كويس قوي هدفها تشكيك المواطن في الدوله ومقدرات الدوله واداء الدوله، مرعب النهارده. وبالتالي شيء مهم جدا 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 للدوله المصريه في ظل التحديات الخارجيه الرهيبه اللي احنا بنواجهها هو ان المواطن نفسه والحفاظ على التماسك الداخلي للدوله المصريه. ودي اعتقد سياده الرئيس دايما بيتكلم على هذا الموضوع، ان احنا ما نقلقش من الخارج. احنا الحمد لله الدوله المصريه قادره باذرعها سواء قوات مسلحه وكل الاجهزه انها تواجه اي تحديات خارجيه. هو الاهم هو الاستقرار الداخلي، والاستقرار الداخلي مش هيجي غير من ان المواطن يبقى واعي بحجم المخاطر اللي بتهدد الدوله المصريه والاجندات والافكار والرؤى اللي ممكن بتبقى بعض القوى الخارجيه حطاها لاعاده ترتيب المنطقه، وانا بتكلم بمنتهى الوضوح، واحنا كدوله مصريه ازاي نحافظ على امننا القومي واستقرار الدوله المصريه مقابل بعض هذه الافكار. فالحقيقه دي كلها تحديات اعتقد من المهم جدا ان احنا يبقى المواطن بيتلقى المعلومه الصحيحه، وعلى الاقل يبقى بيتناقش قدامه كل التحديات اللي بتحصل وتاثيراتها ايه على الدوله المصريه، وعشان يبقى عارف هذا الكلام. لكن اخطر حاجه انه يكون بيستقيها من بعض، انا اسف اقول، المواقع اللي ممكن يكون ليها توجهات معينه عارفين كويس قوي انها ضد استقرار هذه الدوله. ومن هنا بيبقى دور حضراتكم معانا انكم تساعدونا في هذا الكلام، وان الكلام ده يتعرض. مش معناها انا ده اللي انا باكد عليه، مش تبني وجهه نظر الدوله، بالعكس تماما. احنا كلنا اعتقد هدفنا حاجه واحده، مصلحه هذه الدوله واستقرارها وبقائها ونموها وتقدمها. انا مش بتكلم على ان حضراتكم نقول احنا مع الحكومه ولا مش مع الحكومه، بالعكس الحكومه نفسها بتبقى حريصه انها تستمع ونشوف، وعارفين كويس قوي ان هناك راي وراي اخر، وبالعكس تماما. طالما هو كله بيبتغي الصالح العام نحترم هذا الكلام ونشوف ايه اللي ممكن نستفيد منه في ظل هذه الفتره الغير مسبوقه. انا هتوقف عند هذه النقطه، ولان عايز افتح المجال ان انا استمع لحضراتكم، ولكن يعني اسمحوا لي يمكن هغلب في اول مجموعه من الاسئله نظرا للقامات الكبيره اللي موجوده ان انا استمع للبعد السياسي والبعد الخارجي النهارده مع التحديات الكبيره وحضراتكم شايفين ايه. يعني طبعا يعني احنا معانا الدكتور اسامه، الدكتور مصطفى الفقي، الدكتور محمد كمال، الدكتور احمد زايد، الدكتوره نورهان، الدكتوره نيفين، الدكتور جمال عبد الجواد، العميد خالد عكاشه، والدكتور حسام. يعني حضرتك برضو عارف كويس قوي بالرغم من بعد دايما الثقافي والتعليمي، ولكن برضو في وجهه النظر السياسيه بيبقى يهمني جدا ان انا استمع لاراء حضراتكم. فيعني انا هترك المجال لحضراتكم ان يعني نتكلم في البعد التداعيات الجزء الخارجي ومدى تاثيره علينا، ونشوف مع حضراتكم انتوا شايفين التوجه اللي المفروض نتحرك فيه كدوله وكحكومه في هذه الفتره في ظل الاوضاع شديده الصعوبه اللي موجوده النهارده. وما ننساش وانا بتكلم فقط، مش هنتكلم طبعا على فقط البعد الخاص بالازمه اللي احنا موجودين فيها النهارده والصراع اللي موجود على المحيط الدول العربيه، ولكن البعد الاشمل لقاره افريقيا، وده بعد شديد الاهميه النهارده اللي بيمثل برضو لمصر فرص، ولكن في نفس الوقت هناك تحدي، وحضراتكم مقصود عارفين كويس قوي التحدي الخاص بموضوع قضيه المياه والتعامل معاها. وبالتالي يعني يهمني جدا ان احنا نستمع لحضراتكم في هذا الامر. ويعني لو تأذنوا لي نبدا ب يعني اسمع من حضراتكم دكتور اسامه وبعد كده الدكتور مصطفى، ويعني والباقي طبعا الزملاء كلهم اللي انا قلت اسمائهم. دكتور اسامه. شكرا جزيلا سياده رئيس مجلس الوزراء. انا سعيد بهذه الدعوه في الحقيقه، ويشرفني اني البيها، وان كنت انا اعرف حضرتك من ايام مؤتمر الشباب الاول لو تتذكر، بس اياميها كنت انت فعلا شاب، دلوقتي كبرت قوي كده والشعر الابيض بان، انما ما تزال شباب. انا سعيد جدا ان ابدا بالكلام عن موضوع السياسه الخارجيه المصريه، لانه مصر دوله قوميه بالمعنى الحرفي للكلمه،
يعني مصر هي الدولة التي لو حضرتك رجعت إلى دائرة المعارف البريطانية وقلت what is meant by national state هتلاقي مصر في المقدمة، لأنها مصر دولة قومية بالمعنى الحرفي منذ آلاف السنين. على مستوى الوضع الداخلي لا شك أن احنا شهدنا في هذه الفترة إنجازات لا يمكن إنجازها، لا يمكن إنكارها في عهد الرئيس السيسي. القضاء على الإرهاب، التحجيم الذي لم يحدث من قبل للإخوان المسلمين، الحفاظ المتميز جدا على الوحدة الوطنية. لما رئيس مصر ذهب للأقباط المصريين في الكنيسة زغرته، لأنه لأول مرة رئيس مصر يتصرف بهذا الشكل اللي بيعكس حقيقة الوحدة الوطنية المصرية الجميلة. الثورة اللي حصلت في الطرق والكباري في مصر وبشكل يعني لا يمكن إنكاره، تشجيع العناصر الشابة على القيادة، دي أنا شخصيا شفتها في عناصر كثيرة. إذن في الحياة لابد أن احنا نشيد بهذه التطورات، أنا لا أنكرها على الإطلاق. وفي الحقيقة أنا مش أبسس ده فكرة الديمقراطية، ما هو صحيح احنا لسنا دولة ديمقراطية بالمفهوم الغربي، ولم يقل الرئيس السيسي أنه دولة ديمقراطية، ولا احنا قلنا كده. إن مين قال إن الديمقراطية هي الطريق الوحيد للتقدم؟ طيب هي الصين دولة ديمقراطية؟ هي الدول كوريا الجنوبية، الدول الأخرى في شرق آسيا اللي هي بتنطلق إلى العالمية دولة ديمقراطية؟ المسألة صحيح الديمقراطية شيء كويس، إنما رشادة الحكم وكفاءة القيادة لها أهمية ضخمة جدا. ولذلك أنا في الحقيقة شايف إنه حصلت بالفعل مزايا في إطار النظام اللي احنا عايشين فيه. مش معنى كده ضد الديمقراطية، أتمنى أن تحصل، بس مش هو ده الهدف في النهاية بالتأكيد. الحاجة الثانية في الحقيقة عايز أقولها إنه الفترة الأخيرة حصل نوع من التركيز على الشديد اللي حصل على البنية الأساسية والكباري والكلام ده، ده حرم أو قلص من الاهتمام بثروة مصر الأساسية اللي هي البشر البني أدمين. مصر لا هي دولة منتجة للبترول ولا هي دولة منتجة لثروات عظيمة. الثروة الزراعية بتاعت مصر محدودة بوادي النيل، صناعات مصر محدودة. طيب إيه قيمة مصر الأساسية في العالم كله؟ قيمة مصر الأساسية في البشر، في البني آدمين بتوعها، هم دول الاستثمار وهم دول اللي صنعوا قيمة مصر في العالم. وبالتالي لما تقول نجيب محفوظ أو طه حسين أو العقاد أو كل هؤلاء العظماء اللي هم في الحقيقة أرشدوا العالم العربي والإسلامي كله، دي ثورة مصر حقيقية. وبالتالي فكرة أنه يحصل تركيز على التعليم دي مسألة في غاية الأهمية. وبصراحة يا سيادة الوزير، أنا سيادة الرئيس لمجلس الوزراء، الموضوع التعليم في مصر أنا شخصيا مقلقني جدا جدا جدا. أنا أعلم أنه في تعليم، بس أنا عارف يعني إيه التعليم في الحياة، مش مسألة التعليم، طبقية التعليم. في تعليم في مصر بتحصل عليه القلة البسيطة من المصريين ومتميز جدا. أنا لي حفيدتين في مدرسة راقية جدا إنجليزية، وفي ناس في المدارس الفرنسية والمدارس الألمانية عظيم، بس يمثلوا هؤلاء كان في الشعب المصري 2% 3%، إنما الغالبية العظمى من التلاميذ في المدارس الأميرية الحكومية في حالة يرثى لها بمعنى الكلمة. هو ده ما يقلقني نمرة 1 و2 و10. أرجوكم 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 هذا الموضوع يستاهل، ومع احترامي لكل ما ينفق على كل حاجة، أنا هقول كلام صريح قد يبدو جارح شوية، يعني أنا بشوف المونوريل اللي ماشي في عندنا في التجمع الخامس، معلش تسمح لي، والله كل عمودين فيه يبنوا مدرسة. أنا عايز مدارس، معلش مع احترامي المونوريل، أنا عايز مدرسة، ومدرسة بالمعنى الحقيقي يتعلم فيها التلاميذ. أنا لما بشوف أو لما بقيم التعليم مش بشوف الناس الذين يتذهب أولادهم للمدارس المتميزة دي، أنا بشوف الست اللي بتشتغل عندي وألاحظ كيف تعاني معاناة مذهلة علشان
تعلم أولادها الثلاثة. وفي اللحظة اللي دخلوا فيها المدرسة تاني يوم بدأوا يتوزعوا على المجموعات الدراسية وعلى المدرسين اللي هم في الحياة بيستنزفوا دم قلبها. ويتكرر هذا في 90% من المدارس الأميرية المصرية. لا يا أخواننا، التعليم يستاهل ما هو أحسن من كده بكتير. أنا متعلم في مدرسة اسمها الأشراف الابتدائية في شبرا، والله العظيم كانت لما بشوف الفصل صورتي في الفصل فيها يناظر أرقى مدرسة بيدفع فيها 200 و300 ألف في السنة للأمانة. ليه بقى؟ كان في أولوية حقيقية للتعليم، وكان في قيم بتحكم العملية التعليمية. أرجوك 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 يا رئيس الوزراء أن هذه المسألة لازم أنها تنظر بأكبر قدر من الاهتمام. تعليم أبناء الشعب العاديين. ليه بقى؟ هم دول اللي ما نملكه، هم دول اللي بيطلعوا لنا كل حاجة. أنا لسه كنت امبارح في حفلة بتاعت فاطمة سعيد، حاجة مفرحة. دي بنت التعليم المصري، مش بنت أي حاجة تانية وبقت في العالم كله. إذن في الحقيقة هذه المسألة لابد إن احنا نديلها الأولوية. مش عايز أطول كلام في الكلام، إنما طرق سابعة عشان كلنا عايزين نتكلم عشان يعني كلام. فأتفضل أنا أكتفي بهذا وأشكرك جدا. شكرا جدا جدا، وأنا سعيد جدا بهذه الفرصة التي يمكن أن أضعها فعلا تحت علم كلمة الديمقراطية، وده شيء رائع جدا. شكرا يا فندم. دكتور مصطفى، ويعني أرجو حضراتكم عشان يعني نبقى في حدود الخمس دقائق كلنا يعني، وأعتقد هنبقى نقدر نوصل من خلال هذه المدة كل الأفكار اللي احنا عايزينها يعني إن شاء الله. اتفضل دكتور مصطفى. حضرتك ندوس على الزر. شكرا دولة الرئيس. طبعا هي سنة حميدة أن يستمع إلينا وألا يكون الحوار من طرف واحد. الدولة تتحدث رسميا والكل يستمع ويتحدث في صمت وفي غياب، لكن المصارحة مهمة جدا رغم أن الحديث مزاع على يعني كما فهمت في البداية، لكن اسمح لي أن أنا أكون واضح وصادق معك إلى حد كبير جدا. قضية مصر تاريخيا في ذهن العالم كله أنها دولة تبيع سياسة وتشتري اقتصاد. طول عمرها بتبيع فكرة الدور القومي، فكرة المكانة الإقليمية، وتوظف هذا لخدمتها، لأنها دولة صحيح رغم ثرائها التاريخي ومكانتها المرموقة المعروفة ما هيش دولة سيولة مالية، وعندها انفجار سكاني ضخم بيبتلع كل مخرجات التنمية. فلهذا السبب الكونسبت ده لازال قائما، والعالم مصنفنا بطريقته. الدبلوماسية الغربية اللي هي الأب الروحي لها البريطانية بترى أن مصر بلد يجب ألا يغرق وألا يطفو، أن يظل على سطح الماء حي، لأنه إذا سقط سقطت المنطقة، وإذا ارتفع امتدت يده شرقا وغربا مثل محمد علي وجمال عبد الناصر. فالكونسبت ده موجود في العقل الغربي. المهم جدا كيف يرانا الآخرون، دي رؤية الآخرين لنا سواء في الغرب. لو جينا للعالم العربي، الأشقاء والأصدقاء عندهم تركيبة متداخلة جدا، قدر كبير جدا من حب مصر وتقدير مصر وأرض مصر وشعب مصر وطيبة مصر وذكريات مصر التاريخية ودورها في بناء الدول دي. ولكن شب الصغار على الطوق، وبدأ يشعر الجميع أن لهم يعني نفس الحقوق ونفس المكانة ونفس السيادة. فكرة الريادة المطلقة لم تعد قائمة، وهنا مصر بدأت تواجه مشكلة خصوصا في العقود الأخيرة، وهي التضارب بين المسؤوليات الوطنية والالتزامات القومية. أنا بقول صراحة هنا يجب مراجعة جزء كبير جدا من التزاماتنا الخارجية. يعني لم تعد قضية الصراع العربي الإسرائيلي هي القضية الحاكمة لمستقبل كل شعوب المنطقة، مش كلام دقيق أبدا. المنطقة لديها مشكلات كثيرة ولديها مركبات نقص متعددة، وعليها أن تسعى للبناء بشكل مختلف. يعني أنا دايما كنت بقول إنه فكرة الدور المصري فكرة مهمة جدا وفي المجال الحيوي، وكان بيعارضني فيها عدد من الناس زي أخي أسامة الغزالي حرب وأخي عبد المنعم سعيد، ورأيهم إنه لا، الانكفاء الداخلي، مش الانكفاء، البناء الداخلي والانزواء فضل أفضل من الخروج للخارج. طبعا هذا الكلام إلى حد كبير صحيح، لكن المشكلة إن التيرم أوف ريفرنس بتاعه في ذهن المتحدثين هو حرب اليمن وعصر عبد الناصر.
وده كلام مش دقيق، ده عصر انتهى بما له وما عليه، وانا ما بطالبش ابدا ان انا ادس انفي في كل شيء وافعل ما شيء، انما بالتاكيد صوره مصر هامه جدا في المنطقه، مكانتها هي الاكبر سكانا، الاضخم عددا، الاعرق تاريخا، الاقوى جيشا، كل المسائل دي يجب ان تترجم في حقائق لدى صانع القرار في السياسه الخارجيه. وطبعا انا في رايي ان السياسه الخارجيه المصريه من افضل الايجابيات المتاحه عندنا حتى الان، لانها فيها قدر كبير من التوازن وضبط النفس والقدره عن البعد عن الصراعات. يعني انا في رايي ان ما فعله الرئيس السيسي وانتم في الشهور الاخيره امر يسجل لكم، لا محاوله للتوريط، لا انحراف في التصريحات، لا استغراق في الشعارات، ولكن قدر كبير جدا من الاهتمام واشعار المواطن الخارجي ان مصر معنيه ببناء الداخل. تسمع ان الدنيا مقلوبه في غزه وغيره وغيره، والرئيس بيتابع طريق بيعمله او مشروع بينتجه، هذه الامور مطلوبه ان يشعر الجميع ان مصر هي اولا وثانيا وثالثا، لان احنا فرطنا فيها الى حد كبير جدا. النقطه الثالثه اللي عايز اتكلم فيها هي نقطه التحالفات. التحالفات في العالم اتغيرت، ما عادش ان انت ابقى حليفك يبقى انا 100% معاك، مش مظبوط. التحالفات الناقصه دي نظريه جديده دلوقتي في العلاقات الدوليه، ان انا ممكن ابقى معاك 70% ومش معاك في 30 الثانيه، وهذا لا يمنع، وده نجح احنا فيه. الروس بيبنوا لي الضبعه، والامريكان علاقتي بيهم طيبه، كلها فيها توازنات، الصين واليابان والهند الى اخره. فهذه الامور تحمد، لازم نتكلم برضه عن ايجابيات كثيره، لان احنا شعب بيترجم الضغوط الاقتصاديه وارتفاع الاسعار الى رفض للسياسات، ومفيش علاقه بالاثنين. الاسعار احد المؤشرات للضائقه الاقتصاديه، ولكنها ليست ابدا الدليل الوحيد على التقدم من التخلف. عايز اتكلم برضه انه الاشقاء والاصدقاء اختلفت وجهه نظرهم تجاهنا الى حد كبير جدا، ولازم نعترف بكده حتى وما نقدرش نفصح في هذا كثيرا، ولكن يعني لدينا كثير نقوله، ولكن ليس في هذا المجال، فقد قيل ان لكل مقام مقال. احنا قاعدين مع رئيس الوزراء نتكلم على مستوى رئيس الوزراء، فمش عايز اخش في تفاصيل كثيره، لكن يؤرقني يا دوله الرئيس ان هناك نتوء سوف نورثه للاجيال القادمه اسمه سد النهضه. وانا سعيد ان الخارجيه الان ما بتسيبش مناسبه الا وتتكلم فيها عن سد النهضه. أنا عايز أقول إن سد النهضة مشكلته الحقيقية مش حجز مياه، مش شح مائي، لا، لي زراع مصر وفرض أراضي الدولة إفريقية شقيقة وصديقة، قل فيها ما تشاء تاريخيا، ولكنها تحاول الآن أن تشعرك بأنها تتخذ قرارات أحادية، تتخذ مواقف من جانب واحد، وعليك أن ترضخ. الرضوخ هيفتح باب مش لسد لعشرات السدود، وبيخلي صورتي هفية قدام العالم. وطبعا مصر لم تتراجع في هذا الامر، والرئيس هو اللي دور القضيه لما عرضها على مجلس الامن في يوم من الايام، انما لا زلنا حتى الان نشعر بغصه حقيقيه، وان الاجيال القادمه سوف تقول يوما ما ان اباءنا واجدادنا لم يكونوا على مستوى المسؤوليه في هذا الامر. ده امر خطير للغايه. افريقيا زي سيادتك ما تفضلت هي الدومين الاساسي اللي انا يجب ان اتعامل معه، انما مش عايز اطول كتير. انا عايز اقول ان علاقتنا بايران واسرائيل والمقاومه الفلسطينيه وحزب الله كلها محتاجه مراجعه، ودي مراجعه خلف الابواب. يعني ايران لديها اجنده فارسيه قبل ان تكون اجنده قوميه او عروبيه او اسلاميه. اسرائيل هي اسرائيل بكل جرائمها التي لا تخفى على احد، والتي يعترف بها الغرب نفسه. انا كنت في لندن من اسبوعين وشفت الشوارع مقفله كلها مظاهرات، عدد ضخمة كأنك في عاصمة عربية، فالعالم كله يدين إسرائيل، ولكن من يستطيع أن يعلق الجرس في رقبة القط؟ هي دي النقطة. الولايات المتحدة الأمريكية تستطيع ولكنها لن تفعل. المقاومة الفلسطينية بشقيها الرسمي بتاع أبو مازن وحماس تحتاج إلى مراجعة في العلاقة فيما بينها وفي دورنا تجاهها، ونحن ما عندناش مدين احنا كارت بلانش لأي طرف يجرنا في أي وقت لأي شيء، لا ألتزم إلا بما وافقت عليه. حزب الله بينه وبينه حساسيات تاريخية، وما حدش يقدر ينكر هذا. أنا معاه في صراعه مع إسرائيل، ولكنني لست معه في أن يفاجئني بمواقف كما فاجأتني حماس. أنا مش قاعد عشان أكون
احتياطي للأزمات عند اللزوم، ويدفع 110 مليون ثمنا لمواجهات من هذا النوع. المهم دائما يا دولة الرئيس كيف يرانا الآخرون، رؤية الآخرين لنا هي اللي بتحدد المسار اللي أنا أتحرك به في العلاقات معهم، وليست فقط كيف أراهم أنا، أنا أراهم والدنيا تراهم، ولكن كيف يروننا. مصر لا زالت حتى الآن هي الدولة الشريفة القوية داخليا وخارجيا، الملتزمة القادرة على مواجهة الصعاب، الدولة المكبرة اللي فيها كبر في التعامل، اللي لا تنزل إلى الصغائر، والقادرة على الصمت عند اللزوم، وأن يتحول صمتها إلى موقف يحاكيه الآخرون. أكتفي بهذا القدر. شكرا فندم. دكتور حسام حضرتك كنت طالب كلمة، وبعديه الدكتور جمال. شكرا دولة الرئيس، وشكرا على الدعوة الكريمة. أنا هبدأ كلامي بالإيجابيات، فأنا سعيد جدا أن حضرتك بتقول 20-30-42% هتبقى طاقة نظيفة في مصر، وحييك على ذلك، وأن تحلية المياه أمور ماشية في الطريق. سعيد جدا أنك بتتكلم على التعديلات الضريبية اللي هيطلع منها تشريعات، لأن أنا في القطاع الخاص بقى أعاني كما غيري من التعسف الضريبي والمآزق اللي كل القطاع الخاص فيها، وحل مشاكل القطاع الخاص الخاصة بالإقراض والاقتراض، لأن ما فيش أي قطاع خاص هيشتغل من غير اقتراض، ولو كان الاقتراض بيدفع عليه 28% وده لا يمكن يحقق أرباح، فاحنا بنقفل الطريق أمام القطاع الخاص. هخش على الموضوع التالي وهو طلبات. أنا بطالب حضرتك إنك تدي أوامرك لزيادة سعة صدر الإعلام في حرية التعبير، خصوصا من الناس المعروف عنهم إنهم يعني ناس عاقلة وبيشتغلوا في النقد البناء وليس النقد الهدام، لأن حرية التعبير جزء أساسي في نجاح مصر في الفترة القادمة. نمرة 2، أنا سعيد بالتواصل اللي حضرتك عملته معنا، وعايز تمدونا إحنا ككتاب ومفكرين بالمعلومات عشان نعرف كمان نتكلم عليها، إن أشياء كثيرة جدا مما تحدث إحنا مش عارفين تفاصيلها وبنستقيها من خبر هنا وخبر هناك، فلازم يبقى في مد بالمعرفة والمعلومة لأصحاب الرأي عشان هم بيكتبوا، هم اللي يكتبوا عن الإنجازات. الطلب الثالث وهو طلب صعب جدا، وهو تطبيق مواد الدستور التي لم تطبق. وأنا بقول هذا الكلام وأنا يعني الحقيقة شايف الست سنين اللي جاية هتخلص بكرة، يعني وممكن نبدأ بيها تدريجيا. تطبيق اللامركزية في التعليم والصحة ما هوش أمر صعب، لكنه سيحقق فوائد جبارة في إن إحنا نبني كوادر لا مركزية في اتخاذ القرار. الحاجة الأخرى وهو إن إحنا كلنا جوانا عارفين إن مفيش توازن بين السلطات، وأن السلطة التنفيذية في مصر هي السلطة الغالبة الحاكمة، ومن غير مساءلة ومن غير ما يكون البرلمان له قيمة وإحنا داخلين على انتخابات، أعتقد إن إحنا هيبقى في غضب داخلي ملوش لازمة، لأنه من مصلحة المجتمع أن يكون هناك لا مركزية وتوازن بين السلطات. الحاجة البوزيتيف الأخرانية، حضرتك أمامك مشروع كان اسمه الجيلوتين، مشروع إرادة للتخلص من 50% من الإجراءات الإدارية المعوقة للعمل، أرجوك إحييه. وأي مبادرة لا مركزية، وأنا مع 7 جمعيات أهلية عاملين مبادرة لتطبيق أسس التعليم الفيرتيكال رئيسيا في محافظة واخترنا الإسماعيلية، هبعت لحضرتك تفاصيله، لأن ده هو ده نعمل نموذج للنجاح فالآخرين ينظروا إليه. وأكتفي بهذا القدر. شكرا. شكرا فندم. دكتور جمال. تحياتي لحضرتك دولة رئيس الوزراء،
بناء على التوصيه اللي حضرتك يعني والاختيار بانه يبقى التركيز في البدايه على قضايا السياسه الخارجيه، فعلا زي ما حضرتك وصفت الوضع في الاقليم انه شديد الخطوره، بيتغير يعني كل ساعه، المخاطر كبيره جدا. واذا بتحدث عن السياسه الخارجيه المصريه ازاء هذا الاقليم المضطرب، اخذا في الاعتبار كل شيء، خليني أقول إنها سياسة سليمة جداً بدرجة كبيرة جداً، سياسة النأي عن التورط في الصراعات، مبدأ شديد الأهمية. إحنا في منطقة الحروب فيها تبدأ ولكنها لا تنتهي، وننظر حوالينا بنلاقي كل أنواع الحروب، سواء حروب داخلية أو حروب ما بين الدول، تبدأ بسهولة، تبدأ ببعض الطامحين اللي بيتطوروا أنه يستطيعوا أن يحققوا أهداف كبيرة في الداخل أو في الخارج، ويجد نفسه متورط في صراع يدوم سنوات طويلة. فالنأي عن الصراعات أعتقد أنه سياسة مصرية مهمة. مبدأ تشجيع الدولة الوطنية أو اعتبار تقوية الدول الوطنية كمبدأ رئيسي في السياسة الخارجية المصرية مبدأ مهم للغاية. لكن في نفس الوقت خلينا نقول نعم، أخذا كل الأبعاد في الاعتبارات في الاعتبار، هذه السياسة صحيحة، لكن ما زال في أمور غير مريحة، واحد لأنه إحنا بنحاول إن إحنا نبعد عن الصراعات اللي في الإقليم ولا نتورط في صراعات الإقليم، لكن صراعات الإقليم لا تكف عن أن تأتي إلينا وتحملنا تكلفة. المثال اللي حضرتك تحدثت عنه سواء متعلق بقناة السويس أو القضية متعلقة بمياه النيل أو كذا، هذا الإقليم المضطرب يلقي بمشاكله، يلقي بتكلفته علينا، رغم أننا نريد أن نتجنب كل المشكلات، ومن ثم هذا أمر لا يدعو للارتياح ولا يجعلنا قادرين على مواصلة التقوقع أو التجنب. في كل الأحوال هو سبب لعدم الارتياح. في سبب آخر لعدم الارتياح يخص التركيبة السياسية الثقافية المصرية. الثقافة السياسية المصرية فيها دافع للقيام بدور خارجي نشط، ده له علاقة بقى بإن إحنا مثلاً أحفاد الفراعنة جايز، له علاقة مثلاً بإنه بداية خبرتنا مع العصر الحديث كانت مصر بتلعب دور في الإقليم مهم، لو بتحكي عن محمد علي، لو بتحكي عن المكانة العالية جداً لمصر بقوتها الناعمة في مرحلة الازدهار الثقافي الليبرالي قبل ثورة 52 أو القيادة السياسية بعد ثورة 52. باختصار كل هذا خلق إحساس لدى المصريين، لدى المثقف المصري على الأقل، لدى المهتمين بالشأن العام، أنه مصر تساوي دور نشط في الإقليم، وإنها لما بتبقى بتلعب دور أقل من ذلك فبيبقى في إحساس بأنه في حاجة نقصانة ما. فإحنا في نوعين من الضغوط على هذه الدولة أنها تتحرك بشكل مختلف في سياستها الخارجية. واحد هو إحنا مين وبنشوف نفسنا إزاي، والتاني هو أن الإقليم مش سيبنا في حالنا، الحروب في كل مكان، التأثير على الملاحة وعلى قناة إلى آخره. لكن في ظل موازين القوة دي، في ظل الموارد الموجودة دي، في ظل المخاطر دي، هذه السياسة الخارجية ملائمة، لكن المطلوب هو الانتقال إلى تعديل موازين القوة، وده أمر في الحقيقة ينقلنا للداخل مش للخارج. لا يمكن تعديل موازين القوة بمغامرات موازين القوة الإقليمية بمغامرات خارجية، هذا سيكون يعني عبث وإلقاء بالنفس إلى التهلكة، لكن يمكن تعديلها عبر عملية بناء داخلي متصل. وأعتقد هو ده التحدي الكبير اللي مصر بتواجهه، واللي احنا يعني ايه ما بنحققش فيه نجاحات مهمه في الحقيقه لينا فتره. مصر بقالها عقود متصنفه كاحد دول الدخل المتوسط المنخفض، ما خرجناش منها من سنين.
وبتتعمل سياسات ووزارات ولجان ونظل نواجه نفس المشكلات. نفس احنا كمتوسط دخل الفرد احنا كعدد سكان احنا ترتيبنا في العالم 15 اظن او حاجه بالشكل ده، لكن كمتوسط دخل الفرد احنا ترتيبنا 134. الفجوه دي هي فجوه التنميه في الحقيقه، وكل ما نقلل فجوه التنميه دي كل ما هنوسع هامش حريه حركه مصر في الخارج، كل ما هنقلل مصادر انكشاف مصر ازاء العالم الخارجي. ولما ببص على الاقليم الراهن اللي بيضغط علينا ده في الحقيقه، هو بيضغط عليا اساسا بشيئين، حاجه اولا بتكنولوجي متقدمه جدا سواء في تطبيقات عسكريه او سيبرانيه او غيره او حتى اقتصاديه، وبيضغط عليا بموارد اقتصاديه، فائض مالي كبير متاح لبعض الدول تستخدمه في صنع في سياسات خارجيه نشطه، في التاثير، في محاوله الاستتباع. وما لم احل المشكلتين دول هيظل ميزان القوى الاقليمي مختل بهذه الطريقه، وساظل منكشف، وسيظل الاقليم يلقي بالحمم البركانيه بتاعته عليا. ودي الامور اللي لازم اتعامل عليها. الدكتور اسامه بيحكي عن التعليم وعن انه جزء صغير من المصريين هم اللي بيتلقوا تعليم جيد، وانا عايز اضيف لده يعني حاجه سلبيه اضافيه، وانه الجزء من المصريين اللي بيتلقى تعليم جيد في مدارس دوليه ومدارس خاصه ومدارس كذا هو اغلبه الجزء من المصريين اللي بنخسره كل سنه لنزيف عقول، لانه بيروح يهاجر يتعلم يكمل تعليمه بره ويكمل حياته بره، ونفقد افضل اولادنا. فالقصه مش بس انه جزء قليل بيتعلم كويس، انما كمان بنفقده. ف وبالتالي العبء اللي ملقى على مجلس الوزراء وعلى معالي رئيس مجلس الوزراء وعلى رئيس الجمهوريه الكبير في التنميه الداخليه، في سد هذه الفجوه. وانا هنا انا متاكد انه في جهد كبير جدا بيبذل جدا، لكن اتصور انه العائد اللي بنحققه من الجهد ده اقل مما يمكن تحقيقه. اتصور انه في موارد كثيره بتخصص للتنمية، لكني أظن أنه العائد والمكسب اللي بيتحقق من وراها أقل مما يمكن تحقيقه. وأتصور أنه هو دي الأمور اللي ربما لو اشتغلنا عليها، يعني أتمنى ده جايز نقدر نحقق شيء. فأنا خليني أقول مثلا أنه إحنا بنفقات رائعة هائلة على برنامج زي حياة كريمة، لكن أنا أحب أشوف تقييم لأثر هذا الإنفاق. لا، الدولة بتقول إحنا صرفنا كذا مليار على هذا المشروع، رائع جدا، لكن ماذا حق؟ هل الناس في القرى اللي تم تطبيق فيها البرنامج، هل العمر المتوقع عند الميلاد بقى أطول مثلا؟ هل التسرب من المدارس أصبح أقل؟ هل البطالة في هذه القرى اللي استفادت من هذه البرنامج انخفضت بالمقارنة بالبرامج؟ باختصار أنا عايز يبقى دايما اللي بيوجه حركتي هو قياس حقيقي للنتائج. يسري هذا بقى على موضوع حياة كريمة، يسري هذا على مجالات كثير. ألفت النظر أخيرا، يعني آخر حاجة، لقضية شديدة الأهمية. إحنا زي ما إحنا بقالنا سنين في الدولة متوسطة منخفضة الدخل، احنا كمان في على مؤشر الشفافيه الدوليه احنا موقعنا بقاله كتير ورا قوي في نقطه معينه ما بيتحركش كتير. حققنا في الحقيقه من الاهم الايجابيات اللي حصلت في وجهه نظري هو انه في التقرير الاخير 2023 احنا حصل تحسن بخمس نقاط، وده شيء رائع جدا، لكن ده ما يزال اقل مما كنا عنده في سنه 2014. أتصور ده مؤشر مهم جدا، وده رئيسي في تحسين بيئة الأعمال، تحسين ثقة المصريين. ولما نقول للناس إحنا تحسننا في ده، دي أمور تفرق كتير، رسالة قوية جدا في هذا الأمر. وآسف للإطالة. شكرا يا فندم. شكرا لحضرتك. دكتور محمد كمال، ممكن شكرا معالي دولة الرئيس على فرصة اللقاء وعلى هذه السنة الحميدة. أنا هبدأ بالسياسة الخارجية وانتهي سريعا بعدد من قضايا السياسة الداخلية. يعني أنا بتفق مع حضرتك تماما أنه بنعيش مرحلة صعبة، مش بس مصر ولكن العالم ككل.
مرحلة سيولة، مرحلة عدم يقين، بترتبط بشكل أساسي أنه يعني النظام الدولي اللي كان عايش معانا لعدة عقود بينهار بكل قواعده وبكل مؤسساته، ولم يحل محله بعد نظام جديد. ففي حالة من عدم اليقين، حالة من الغموض، بتجعل من الصعوبة التنبؤ وعمل نظرة استشرافية دقيقة. لكن الحقيقة بقدر ما يمثل هذا العالم من تحديات، هناك أيضا فرص كبيرة. يعني الآن العالم به عدد من القوى الكبرى المختلفة، لم يعد قائما على فكرة القطبية الأحادية، وبالتالي الشراكات مع القوى الكبرى المختلفة في غاية الأهمية. العالم الآن أيضا به يعني ظهور لما يسمى القوى المتوسطة، البرازيل، أرجنتين، جنوب إفريقيا، كل ما يبقى لينا، وأيضا تركيا وإيران في المنطقة، كل ما يبقى لينا شراكات مع هذه الدول كل ما ده يبقى شيء كويس. وأنا الحقيقة بأحيي جدا الانضمام إلى تكتل البريكس، لأنه ده أحد التكتلات الأساسية اللي بيضم قوى كبرى وقوى متوسطة، وأعتقد هيبقى ليه دور كبير جدا في تشكيل النظام الدولي الجديد. منطقة الشرق الأوسط طبعا بتمر بتحولات هيكلية، يمكن من لحظة يعني حرب العراق وحتى الآن، ما حدث في 7 أكتوبر هيبقى ليه تأثير هيكلي على المنطقة. أنا عايز أركز هنا بس إن إحنا يعني أمام مشروعان مطروحان في المنطقة، كلاهما مشروع أصولي يميني ديني. هناك مشروع أصولي يميني ديني إسرائيلي متطرف وعنصري، وهناك بالمقابل أيضا مشروع يميني ديني في العالم العربي والإسلامي. أحد هذين المشروعين هو اللي جرنا للحرب، ولكن المشروع الآخر هو الذي يسعى للاستفادة من هذه الحرب والتوسع في أهدافها. اللي أنا بقول الحقيقة من المهم إنه مصر تطرح مشروع ثالث، مشروع قائم على الاعتدال، على التنوير، على الاستقرار والتنمية، يبدأ من فكرة طبعا وقف إطلاق النار في غزة والدولة الفلسطينية، ولكن لا يكتفي بذلك، يطرح فكرة كبرى لمستقبل هذه المنطقة. لما بنتكلم على قوة مصر، قوة مصر طبعا الاقتصاد، قوة مصر القوة العسكرية، أو دي القوة بتاعة أي دولة يعني في مجال السياسة الخارجية، لكن مصر الحقيقة كانت دائما بتتميز بقوة الأفكار وقوة المبادرات في مجال السياسة الخارجية. أنا عايز برضو أنتهز الفرصة دي أحيي السياسة الخارجية المصرية فيما يتعلق بأزمة غزة وتوابعها، سياسة عاقلة، سياسة رشيدة، سياسة تبعد عن التورط، سياسة قائمة على مفهوم المصلحة الوطنية. وأنا عايز أكد الحقيقة على أهمية هذا المفهوم، لأنه أي سياسة خارجية لأي دولة في العالم زي ما بندرس للطلبة في كلية الاقتصاد في سنة أولى بتبقى قائمة على مفهوم المصلحة الوطنية. مفهوم المصلحة الوطنية في مصر أنا بعتقد حدث له تشويه خلال 7 عقود الماضية، من اليسار ومن اليمين، نحتاج إعادة التأكيد على هذا المفهوم بدءا بالمناهج التعليمية، المناهج الدراسية. الحقيقة يعني لظروف معينة كده رجعت عدد من مناهج التربية الوطنية، الجغرافيا، التاريخ، اللغة العربية، هناك تشويه كبير جدا لفكرة الوطنية المصرية ولمصلحة أفكار أخرى أحيانا تتعارض مع هذه الفكرة. سريعا قضايا داخلية. القضية الأولى هي موضوع المحليات، يعني دايما بنقول المحليات هي أساس السياسة وأصل السياسة،
أما بتكلم على المحليات، أنا ما بتكلمش بس عن انتخابات المحليات، المحليات من وجهة نظري ممكن أن تصبح المشروع التنموي والمشروع السياسي للدولة المصرية، ولكن تحتاج رؤية كبيرة. جزء منها طبعا موضوع اللامركزية في تقديم الخدمات، جزء منها يتعلق بتطوير الدور الرقابي والتشريعي للمجالس الشعبية المحلية، جزء منها يتعلق بتطوير دور المجالس التنفيذية المحلية، لكن المحليات الحقيقة في غاية الأهمية. النقطة الثانية الطبقة المتوسطة، وأنا بقولوش يعني من باب اللغو، يعني طبعا ما زال خطابنا أسير لفكرة الطبقات الفقيرة والدعم، وبتستهلك الحقيقة جهد كبير جدا من جهدنا وتفكيرنا. الطبقات الفقيرة مهمة جدا، والدولة الحقيقة بتقوم بدور كبير جدا في مساندتها، لكن الطبقة المتوسطة اللي أزعم يعني ممكن كل أو معظم اللي قاعدين حوالين هذه في الجلسة دي بينتموا إلى أسر من الطبقة المتوسطة، هي عماد الدولة، هي عماد الاقتصاد، هي اللي بتقود عملية التنوير. فأنا بدعو الحقيقة إنه مفهوم الطبقة المتوسطة يبقى جزء أولا من الخطاب السياسي، الحديث عن الطبقة، وأن يكون هناك سياسات موجهة لمصلحة الطبقة المتوسطة، وده برضو مش لغو، يعني في سياسات ضريبية تخدم الطبقة المتوسطة، سياسات في مجال الخدمات تخدم الطبقة المتوسطة، لكن عنوان عريض الطبقة المتوسطة. العنوان الثالث الحقيقة الاستثمار في النخبة. من سيقود مصر في النهاية هم النخبة وليس الجماهير، زي ما بيتقال كده الاستثمار في الحصان قبل العربة. الاستثمار في النخبة يعني يتطلب أولا اكتشاف هذه النخب. أنا بتكلمش نخبة ثقافية بس وأدبية، ولكن نخبة علوم، نخبة رياضيات، نخب رياضة، نخب في اكتشافها بشكل مبكر في النظام التعليمي، والاهتمام بالمؤسسات التعليمية اللي تكبر وتترعرع فيها، وخاصة المؤسسات التعليمية الحكومية. النقطة الأخيرة يا فندم اللي هي موضوع يعني بسميه الديريجوليشن أو يعني الحد من القواعد التنظيمية التي تنظم أي نشاط، يعني نقلل شوية الإغواء بأنه أي مشكلة نعمل لها مجلس أعلى، وأي مشكلة نحط لها إطار تفصيلي للتعامل معها. كل ما تبقى القواعد المنظمة لنشاط أقل، كل ما هذا النشاط سيزدهر، كل ما يبقى فيه مؤسسات بتتولى الإشراف، كل ده أيضاً ما هيساعد على التقدم. وشكراً جزيلاً. شكراً يا فندم. حد من الزملاء الدكتور أحمد، تفضل يا فندم. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. إنهاء الملف الخارجي ونبدأ نتكلم على بقية الملفات. تفضل يا فندم. لا حضرتك لو حضرتك، انا بتكلم بس على الملف الخارجي، وبعد كده تسمحوا لي انا ومعالي الوزير نعقب، وبعد كده نبدا بقى في الملفات الاخرى لو حضرتك مش هتتكلم فيها. الدكتوره اتفضلي يا فندم. دكتوره نيفين. شكرا دولة الرئيس. في الحقيقه انا يعني باثني على الدعوه الكريمه وعلى النهج اللي حضرتك يعني استنيته بهذه اللقاءات، وعلى اذاعه الحوار تلفزيونيا يعني، وده يمكن بيتغلب على النقطه اللي حضرتك اشرت اليها اللي هي الخاصه بالاشاعات وانتشارها، فاظن انه كلما ظهرنا للناس وكلما اتكلمنا معاهم فده بيقلل من مساحه الاشاعات. أنا هقسم كلامي في رؤوس أقلام إلى مستويين، المستوى الداخلي والمستوى الخارجي، لأني من الناس اللي بتعتقد أنه لا يمكن مواجهة الخارج بشكل فعال ما لم يكن الداخل قويا. وتحت هذه النقطة، تحت نقطة الداخل، هأثير يعني مجموعة من العناوين المحددة. العنوان الأول هو حاجتنا إلى إدارة حوار مجتمعي حول الكثير من القضايا التي تمس الغالبية الساحقة من المواطنين، ولكن أنا في بعض الأحيان نجد أنه بتتخذ يعني بصددها قرارات بدون تشاور.
نحن لدينا آلية موجودة ومستمرة تسمى الحوار الوطني، وهذا الحوار الوطني يعني موزع على مجموعة من المحاور الأساسية في السياسي وفي الاقتصادي وفي الاجتماعي، وأظن أنه هذا الحوار الوطني ممكن أن يكون يعني مناسبا لمناقشة القضايا المجتمعية. وحأشير هنا إلى ثلاث قضايا رئيسية في الحقيقة يعني كان ينقصها نوع من الحوار المجتمعي سواء من خلال الحوار الوطني أو غيره، لكن طالما أن لدينا الحوار الوطني فلدينا منبر. القضية الأولى هي قضية التعليم، يعني تم اتخاذ مجموعة من القرارات الأساسية التي تمس جوهر العملية التعليمية بدون إدارة حوار مجتمعي عليها، ونحن لدينا في الحوار الوطني توجد لجنة تعليم يعني مسكنة تحت المحور الاجتماعي، وهذه القضية تمس جميع البيوت وعابرة لكل الطبقات. يعني قضية إعادة النظر في التعليم وفلسفة التعليم والمناهج والمقررات إلى آخره يعني هي قضية تحتاج إلى حوار مجتمعي حولها بامتياز. هذه نقطة أولى أو قضية أولى. القضية الأخرى شديدة الأهمية أيضا التي لم تحظى بحوار مجتمعي هي القضية الخاصة بمسألة يعني الدعم النقدي أو الدعم المالي. يعني أظن أيضا أن هذه القضية كان يمكن مناقشتها من خلال الحوار الوطني، ولدينا محور اقتصادي مهم. الدعم النقدي له تجربة في إيران شهيرة تمت في عهد محمود أحمدي نجاد من 2005 حتى 2013، ويعني كان لها يعني زوايا مختلفة يمكن دراستها والاستفادة منها. يعني هي تم العدول عنها في عهد الرئيس التالي عليه مباشرة حسن روحاني، فأظن أن هذه التجربة يجب أن نضعها أمام أعيننا ونحن نتكلم عن مسألة الدعم النقدي. القضية الثالثة التي تحتاج إلى نقاش واسع هي القضية الخاصة بقانون الإجراءات الجنائية، وهذا القانون الذي طال انتظاره والذي يبحث منذ فترة طويلة جدا من الزمن يحتاج إلى حوار مجتمعي. طبعا يعني تم تدارك هذا الموضوع، لكن في الحقيقة أنه كان يمكن التغلب على اللغط الكبير الذي أحاط به من خلال إدارة هذا النقاش في إطار الحوار الوطني. وعايزة أنبه إلى أننا في يناير المقبل سنقف أمام المراجعة الدولية الشاملة، وهناك العديد من الملاحظات التي أبديت على أداء مصر في مجال حقوق الإنسان أخذنا بعضها ويعني لم نأخذ بالبعض الآخر. فأحد المكتسبات الحقيقية والكبيرة التي نستطيع أن نقف بها أمام المجتمع الدولي ونحن أمام المراجعة الدولية الشاملة هي مسألة التعديلات قانون الإجراءات الجنائية بعد توسيع نطاق المشاورة حوله. فيعني إذن أنا يعني أتمنى أنه يكون هناك حوار مجتمعي حول القضايا الرئيسية دي، نقطة أولى. النقطة الثانية يمكن هي نقطة يعني شديدة الحساسية شوية، هي المتعلقة بالتكلفة السياسية للارتفاعات المستمرة في الأسعار. أنا أدرك تماماً أنه هناك أزمة اقتصادية طاحنة وأن يعني أعباء الدولة كثيرة، ولكن أيضاً يعني ينبغي أن نفكر في الثمن السياسي لمسألة الارتفاعات المتتالية للأسعار، واللي حولت بقى الطبقة المتوسطة هي نفسها إلى طبقة يعني نزلتها طبقة، يعني إذا جاز التعبير لم تعد مشكلة الطبقة الفقيرة أو الطبقة الدنيا، ولكنها أصبحت أيضا مشكلة الطبقة المتوسطة. القضية الثالثة على المستوى الداخلي هي المتعلقة بتكليف هذه الوزارة. يعني هذه الوزارة عندما كلفت كانت مهمتها الأساسية هي بناء الإنسان، وأظن أن هذه القضية من الأهمية بمكان، وعندما نتكلم عن بناء الإنسان فنحن نتكلم بالأساس على الجانب الثقافي، لأنه الجانب الثقافي بيجر معاه الجانب الاقتصادي والجانب السياسي والجانب الاجتماعي إلى آخره. فأتصور أنه المتغير الاقتصادي أو العامل الثقافي ينبغي أن يكون في محور
وفي جوهر اهتمامات الحكومة الحالية. ده وثيق الصلة برضو بعملية التعليم، يعني ونحن نتكلم عن مسألة بناء الإنسان وبناء الوعي، فنحن نحتاج إلى أن نولي قضية التعليم قضية أساسية، ولدينا مرشح لليونسكو إلى آخره، فيعني قضية الثقافة وبناء الوعي تقتضي منا الاهتمام بكل أذرع الثقافة بقى يعني. وطبعا وإلى جانبي الأستاذ محمد سلماوي طبعا، يعني لا أستطيع أن أتكلم في هذا الموضوع، لكن الثقافة تحتاج إلى دفعة قوية، وربما أيضا إعادة نظر في الجهاز الأساسي المنظم للعملية الثقافية اللي هو المجلس الأعلى للثقافة، ده على المستوى الداخلي. على المستوى الخارجي أنا يعني أحب جدا أن أنا أشيد بالسياسة الخارجية المصرية بتوازنها، بضبط نفسها، بانحيازها المستمر للدولة، حتى رغم اختلافها مع النظم السياسية، نحن نختلف مع النظام السياسي في سوريا، ولكننا وقفنا إلى جانب الدولة السورية، قد تكون لنا مشاكلنا مع السودان، ولكننا وقفنا مع الجيش والدولة السودانية إلى آخره. فالسياسة الخارجية هي يعني بالفعل ملف مهم جدا من الملفات التي تظهر مصر يعني خبرة وقدرة كبيرة جدا على إدارتها. طيب نحن في هذا التوقيت إزاء محاولة إعادة تشكيل النظام، ويعني عندما يعني أقدم بنيامين نتنياهو على عملية الاغتيال لحسن نصر الله، قال لك أنا بعمل النظام الجديد. النظام الجديد من وجهة نظر إسرائيل. إيران على الجانب الآخر بتتكلم على أن النظام الجديد للمنطقة تحدده قوى المقاومة. فبالتالي نحن إزاء رؤيتين متصادمتين، نحن لسنا بالتأكيد أصحاب مصلحة في النظام الشرق الأوسطي الذي تهيمن عليه إسرائيل، ولسنا أصحاب مصلحة طبعا في النظام الذي يعني تفرض عليه إيران الهيمنة. طب ماذا نفعل؟ نضبط علاقتنا بالطرفين. نحن نحتاج إلى يعني إعادة صياغة لعلاقة مع إسرائيل. أنا مش مع فكرة سحب السفير أو أشياء من هذا القبيل، لكن إعادة يعني هيكلة العلاقة وعنا على المستقبل. فكرة الاعتماد على إسرائيل ينبغي أن نأخذها بعين الاعتبار، ونحن ننظر إلى السياسة الخارجية الإسرائيلية على مدار العام الماضي وصولا إلى احتلال محور فيلادلفيا. فمسألة الاعتماد المتبادل أو الاعتماد على يعني بيننا وبين إسرائيل أظن أنها محتاجة منا إلى إعادة نظر. في العلاقة مع إيران إحنا ماشيين كويس، إحنا علاقتنا بإيران علاقة يعني غير صدامية، وبالتالي فنحن نحتفظ معها بعلاقة جيدة لا نصعدها، ولكن يعني أنا ربما كنت دايما من المطالبين بعودة العلاقات الدبلوماسية مع إيران، يمكن الظرف الحالي لا يسمح بذلك. إيران مشتبكة مع الكثير من القضايا الحساسة في المنطقة، وبالتالي نحافظ على هذا النمط من التفاعل مع إيران بدون أن يعني نكون تماما في هذا المربع أو في هذا الشكل. قضية أيضا العلاقة في مجال السياسة الخارجية، أيضا قضية العلاقة مع الشركاء مع الأطراف الحليفة، نحن نحتاج إلى يعني ربما بذل مجهود أكبر للتوافق على عدد من النقاط الأساسية التي تمثل حداً أدنى من الحفاظ على المصلحة المصرية، ولا أريد أن أزيد في ذلك. يعني هناك يعني تحديات للأمن القومي المصري في عدد من الساحات، أتصور أننا نحتاج إلى أن نتناقش بخصوصها مع الدول الحليفة والدول العربية الصديقة. آخر قضية هي القضية المتعلقة بسد النهضة. خلاص سد النهضة يعني أصبح حقيقة واقعة، ولكننا ينبغي أن نتحسب لما سيلي بعد ذلك من إجراءات، ولن يكون السد ده هو السد الأخير. أنا سعيدة جدا بالاستماع إلى الإجراءات التي ذكرتها دولة الرئيس فيما يتعلق بترشيد المياه، فيما يتعلق بتحلية المياه، فيما يتعلق بالصرف الصحي ومعالجة الثلاثية وأشياء من هذا القبيل. هذا كله على مستوى حصة مي على مستوى التعامل الداخلي، ولكننا أيضا نحتاج إلى أن نكثف جهودنا مع الدول الصديقة من أجل الضغط على أثيوبيا. مصر حاليا دولة
شديدة الفعالية في الإقليم، وأظن أنه يعني هذا النشاط الدبلوماسي الذاهب والآتي إلى مصر من سواء من الولايات المتحدة أو من الوفود الأوروبية الأخرى طبعا كلها بتجه الدكتور بدر عبد العاطي، يعني تحتاج منه جهد إضافي، لكن أتصور أنه يعني مصر تستطيع أن تستخدم هذه الورقة من أجل الدفاع عن مصلحة حيوية ورئيسية تتعلق بأمنها المائي الذي هو طبعا أمن كل مصري ومصرية. وشكرا لحضرتك. شكرا يا فندم. طيب دكتور أحمد زايد ودكتورة نورهان، وبعد كده اسمحوا لي يعني لو الدكتور سعيد في حاجة تخص الشأن الخارجي عشان ننتقل بعد كده للملف الاقتصادي والجزء ده، وأنا حابب أن أنا هستمع مع خبراءنا الاقتصاديين اللي موجودين. تفضل دكتور أحمد. شكرا جزيلا دولة الرئيس، ولا بشكر معاليك جدا على هذا اللقاء، وطبعا يعني كلما فتحنا حوارات في المجتمع بجانب الحوار الوطني، وخاصة لما يكون الحوار مع مسؤول كبير في الدولة، مسؤول اللي بيدير السلطة التنفيذية، هيبقى بالتأكيد يعني له ثمار كبيرة جدا تتصل بما سأقوله عن المجتمع المصري. وأنا بدعو من بداية الكلام بتاعي إلى أن هذه الحوارات تمتد وتنتشر ويقوم بها المحافظون ورؤساء مجالس المدن، ويعني تبقى موجودة في كل التعرف على مشاكل المجتمع وحاجات المجتمع، لأنه أنا لست قلقا على السياسة الخارجية. السياسة الخارجية احنا عندنا مدرسة في السياسة الخارجية عريقة، وعندنا فخامة الرئيس بيقوم بدور كبير جدا في رسم سياسات لمصر بتقوم على الاستقرار وتقوم على ما أشرت إليه دولتكم في أن مصر ليست طموحة في توسيع حدودها، وإنما هي بتحافظ دائما على الاستقرار في الداخل وفي الإقليم، وإنه لو كان لمصر دور خارجي فمهم جدا الثقافة، لأنه لو تأملنا تاريخ مصر الحديث هنجد أن الإسهام الكبير الذي قدمته مصر للوطن العربي وللإقليم كان إسهاما ثقافيا، وكان إسهاما علميا، وكان إسهاما قانونيا. معظم الدساتير اللي اتعملت في الإقليم اتعملها مصريين، والجامعات عملها مصريين، والثقافة الفن وكل الفنون اللي انتقلت إلى كثير من الدول العربية اللي قام بها مصريين، ولذلك إحنا الثروة الحقيقية بتاعتنا طبعا إحنا لأن السكان كبير فالثروة الاقتصادية كافية وكل حاجة، بس إحنا عندنا اللي بنصدره دائما الثروة الثقافية والثروة العلمية، ولذلك يعني إذا كان في أمر يتصل بالخارج فإحنا محتاجين إن إحنا نقوي الثقافة في الداخل ونقوي الثقافة في الخارج، بحيث يبقى في مصر تعيد ترجع مصر تاني، وهي ما تزال بتلعب الدور ده بس هو بيتراجع شوية، فإحنا محتاجين إلى إنه نقوي. أنا القلق بتاعي وأنا متخصص في علم الاجتماع هو على المجتمع في الداخل، لأنه وده برضو بيتصل بدور الدولة، لأنه إحنا لما بنتكلم على دور الدولة فدورها لا يتمثل في تحقيق الوظائف الخارجية فقط، وإنما أيضا بيتصل بتحقيق الوظائف الداخلية على رأسها احتواء المجتمع. اللي حصل في المجتمع المصري خلال فترة طويلة من الزمن، يعني الحاجات اللي أنا هتكلم عليها ما هيش متصلة بالفترة اللي إحنا بنعيشها، ده هي تكونت في من بعد سقوط النظام اللي ظهر في ثورة 52، ويعني المجتمع المصري مر بتغيرات كثيرة جدا خلقت أشكال من نمرة واحد التباعد أو عدم الثقة شوية والشك، ويعني في العلاقة بين المجتمع وبالدولة ليست على هذه الدرجة من الاستقامة، ونمرة اثنين العلاقة بين الناس نفسهم بين مكونات المجتمع ليست على هذه الدرجة من الاستقامة. ففي مشكلات في الحياة الاجتماعية. لو احنا خدنا تصورنا كده ان المجتمع مقسم لثلاث كتل كده، كتلة السكان، وهنجد ان فيها مشكلات. لما العلاقات الاجتماعية هنجد فيها الاستقطاب والتباعد بين صور الاستهلاك وبين الطبقات، وبين فيها اشكال من التي تقلق. يعني لو خدنا الفكر والثقافة الخاصة بالناس هنجد برضو فيها أشياء تقلق، زي القيم اللي بتنحدر، القيم الأخلاقية وعدم الوعي والتدين الشكلي اللي بعيد خالص عن أصول الدين. هنجد فيه أيضا الخرافة
بتنتشر بشكل كبير جدا بين القطاعات عريضة من الناس بما فيهم المتعلمين. فكما لو كان المجتمع بيتشظى، يعني كما لو كان المجتمع بيتفكك. وأنا يعني أرى إنه إحنا محتاجين سياسات احتوائية للمجتمع، يعني سواء سياسات يبقى هدفها الأساسي إن إحنا نحتوي البشر وإن إحنا ناخدهم، لأنه هو ده اللي بيخلي الناس. مثلا أنا لما بنعمل لقاءات أو نعمل دراسات ميدانية بنجد إن معدلات الثقة منخفضة جدا، وبنجد كمان إنه عند الناس قناعات كبيرة جدا بإنه القانون ده ملوش يعني 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 ممكن الواحد يكسر القانون، وبرضه قناعات عند الناس بإنه مفيش حد بيحقق هدفه أو يجيب ياخد حقه إلا لو معاه حد أو معاه واسطة. كل ده كلام مش صحيح بالضرورة، بس هو موجود في أذهان الناس وهو اللي بيصيغ سلوكهم، وهو اللي بيصيغ مش بالضرورة يكون موجود في الواقع، إنما هو اللي بيصيغ السلوك بتاعهم. ولذلك إحنا محتاجين إن إحنا، وده يسمع في الكلام اللي كان بيقوله الدكتور محمد عن الطبقة الوسطى، يمكن جزء أساسي من هذا التفكك حدث داخل الطبقة الوسطى، وإحنا بنشوف داخل الطبقة الوسطى ناس مختلفين في مشاربهم وفي أهدافهم وفي ثقافاتهم وفي أساليبهم الاستهلاكية وفي تعليمهم حتى، في نظم التعليم اللي هم بيلتحقوا بيهم. فإحنا محتاجين كما لو كان المجتمع كده إحنا نلمه تاني، نخليه يبقى فيه سيمترية أكتر، وتبقى فيه قيم عمومية أكتر، وتبقى الناس متشابهة أكتر. وده محتاج جهد كبير على فكرة. هو ليس يعني ليس من نتائج السياسات الحالية خالص إطلاقا، بالعكس ده السياسات الحالية لما بتعمل نظام للشبكة الشبكات الاجتماعية وشبكات حماية بتحاول إن هي تعالج، لما بتعمل سكن للناس وتعمل وتحسن وتعمل صحة للناس بشكل جيد بتحاول إنها تعالج. إنما إحنا محتاجين مزيد من السياسات اللي يبقى هدفها الأساسي هو هذا الاحتواء اللي أنا بتكلم عنه. وأنا هطرح شوية أفكار سريعة جدا إحنا محتاجين. طبعا اللي بيحصل ده إن أنا لاحظت في الوزارة الجديدة إن في التحام أكتر بين الناس وبين الدولة وبين الشعب، يعني بين المسؤولين وبين الشعب. نعرف محافظين ما كانوش بينزلوا أبدا خالص المناطق بتاعتهم، بدأوا ينزلوا وبيشتغلوا. فإحنا محتاجين نعمق ده، ومحتاجين إن إحنا نجد آلية إنه تبقى المسؤولين في الدولة عندهم يعني إحساس يومي بالحاجات بتاعت الناس، وتفاعل يومي أيضا بالحاجات بتاعت الناس. لا بأس لو إن المحافظ يبقى عنده أجندة كده كل يوم، إن هو عارف إنه عنده مشكلة سين وصاد وعين في المكان، إن هو كل يوم يتابعهم. ولا بأس برضو لو دولتكم يعني ناخد من الوقت شوية كمان نتابع المحافظين في هذه يعني عملت إيه في الموضوع ده، عملت إيه في الموضوع ده كده بشكل يومي. الرئيس بيعمل بشكل يومي، وحضرتك بتبذل جهد كبير جدا، والوزراء بيبذلوا جهد كبير جدا، وأنا لما بطرح بألقي مزيد من المشقة يعني. وإحنا يعني عارفين إن الناس المسؤولة في الدولة عندها الاستعداد إن هي بتبذل المزيد من فإحنا محتاجين ربما إلى إن إحنا نعمق العلاقة بالناس بشكل أقوى، ونتعرف على حاجاتهم بشكل أقوى. لأنه كتير جدا من الناس اللي إحنا بنقابلهم لما بنعمل الدراسات الميدانية إنه يقول لي أنا عندي عريضة هي فيها مطالب ومن كذا سنة لم تتحقق وكذا، فلا بأس حتى لو لم تتحقق أو خذ هو وعد بتحقيقها، أو هيبقى في دينامية في المجتمع، ويبقى الدولة هنا بتقوم بوظيفة حقيقية في مد إيدها إلى الشعب والتعرف على حاجاته. نمرة اتنين الانتخابات المحلية. إحنا لو عندنا مجالس محلية أنا أعتقد إنه ممكن تساعد كبير جداً. إحنا عندنا دلوقتي التحالف من أجل التنمية اللي هو بتدخل فيه جمعيات أهلية كبيرة، المجتمع المدني شغله ممكن يبقى ممتاز في هذا الصدد. بس أيضاً المجالس المحلية لو تكونت هتعمل طفرة كبيرة جداً في خلق هذه العلاقة. بنخلق لأنه اللي بيخلي المجتمع يعيد تجانسه إن إحنا نخلق كيانات وسطى بين الدولة وبين المجتمع. أحد الكيانات الوسطى دي هي التحالفات اللي بتاعت المجتمع المدني، وأحد الكيانات الوسطى أيضاً المجالس المحلية اللي هي ممكن تبقى يعني موجودة بشكل أو بآخر. ونمرة ثلاثة إن يبقى عندنا برضو تشدد شوية في تطبيق القانون، يعني لأنه وخاصة فيما يتصل بالبيئة،
البيئة في مصر بتتدهور بشكل كبير جدا. الناس علاقتها بالشارع علاقة ضعيفة جدا، علاقتها بالمياه علاقة ضعيفة جدا. كانوا زمان في الفراعنة بيعاقبوا الناس بيقول لك أنا لم ألوث النهر، دلوقتي في جرأة على تلويث النهر بشكل واضح جدا وتلويث القنوات المائية في مصر، وفيش قناة مائية الواحد يقدر يقف قدامها زي ما كنا بنقف قدامها في الستينات كده وتبقى جميلة وحلوة، بتبقى دلوقتي مليئة حتى لو كانت كبيرة ما بتبقى مليئة وده موجود في الصعيد أكتر من وجه بحر، يعني موجود في مجتمعات في المجتمع الصعيدي أكتر مما هو موجود فيه. إحنا أيضا لو رحنا للإعلام، إحنا محتاجين في الإعلام، الإعلام يعني بيقوم بدور كبير جدا، بس اللي يقعد يشاهد الإعلام المصري يجد إن هو زي ما يكون جاي من أعلى، طب ما نخليه يطلع من أسفل شوية، يعني نخليه يروح يقابل الناس البسطاء المكافحين اللي هم حققوا إنجاز ويقدمهم للناس. في ناس في المجتمع المصري على فكرة عاديين جدا جدا وتخرجوا من مدارس عادية جدا جدا أو حتى أميين عاملين إنجازات ضخمة جدا ضخمة جدا في الحياة، وربما تفوق إنجازات ناس كبار جدا متعلمين من اللي هم موجودين في فإحنا محتاجين إن إحنا الإعلام بتاعنا يقدم المجتمع للشعب، لأنه كتير جدا من الناس مش عارفين المجتمع، مش عارفين إيه اللي بيحصل فيه تحت. كتير جدا من الحاجات الإنتاجية حتى الناس بيعملوا مشروعات كبيرة جدا لدولة الرئيس وبيعملوا يعني إنجازات يومية في المجتمعات بتاعتهم، محتاجة إن هي تشاف، محتاجة. وهو لما أنا أطلع 5-6 كل يوم في التلفزيون من المجتمع 20-30-40 ألف واحد من أقربائهم بيبقوا ملتحمين بيهم، فكل ما بشد واحد بيجيب معاه ناس، كل ما ببعد واحد بيروح معاه آلاف الناس. وهي دي الفكرة، الفكرة اللي بيقوم عليها الكلام اللي أنا بقوله، إنه يعني وده كمان مرتبط بالتعيينات في الوظائف العليا، لما يبقى في واحد من الناس العاديين بس تفوق وكده وتعين في وظيفة، وإحنا بنلاحظ إن في تحسن كبير جدا في هذا الموضوع. يعني في تحسن كبير جدا، مش عايز أدي أمثلة، في تحسن كبير بس إحنا عايزين مزيد من التحسن، لأن لما بجيب واحد برضو بيجي معاه آلاف، لما ببعد واحد بيبعد معاه آلاف. هي دي الفكرة اللي يعني اللي أنا عايز أنهي كلامي. طبعا أنا أشرت إلى الدور الثقافي وكلمت عن الإعلام، بس أنا عايز أنهي كلامي بأمل عندي كده حبيت أقوله لدولتكم كده، إن أنا نفسي خلال ال5 سنين اللي جايين مصر لا تستورد قمح، لا تستورد القمح، يعني نزرع القمح وننتج الغذاء بتاعنا، ما يبقاش في اي حاجه من بره مستورده في الغذاء وفي الحبوب، لانه هو ده التحدي. احنا بنقول الميه تحدي بس الغذاء تحدي، وتحدي كبير جدا جدا. فلازم يبقى عند مصر خطه لان احنا نبطل استيراد قمح ونزرع قمح. وانا اعتقد انه لو طلبنا من الفلاحين ان هم يزرعوا هيزرعوا، كلمه واحده يعني ممكن تخليهم، يعني لانه الشعب المصري هو في علاقته دائما براس الدوله وبالناس المسؤولين الكبار، يعني ما هيش هي فيها قد يكون فيها شك وعدم ثقه شويه وكده في بعض الاحيان، انما في احيان لما تبقى المساله متصله بالوطن بيبقى فيها يعني احساس كبير جدا بال شكرا. والغذاء ان احنا يعني لانه الازمه الاوكرانيه ادتنا درس مهم جدا، ان احنا نظر في المستقبل لازم نعتمد على نفسنا. ومصر كان دايما الحاجتين اللي بتعملهم في الحياه انها بتصدر الثقافه والعلم والحضاره وبتصدر الغذاء ايضا، تاريخيا هي كده. واحنا بنعرف في الزراعه اكتر، هذا لا يعني ان احنا نهمل الصناعه، الصناعه بتجيب ثروه كبيره جدا للدوله، بس برضو ان احنا نضع خطه ونضع خطه اخرى لاعاده تاهيل المدارس والصحه والمستشفيات، يعني ده برضو مهم جدا. هيبقى احنا كده بنحاول، انا حاولت ان انا اطرح بعض الافكار اللي ممكن يعني ربما تكون مفيده. آخر آخر متحدث، شكرا يا دكتور. اخر متحدثه في الشان السياسي لو حضرتك دكتوره نورهان، عشان بس نعقب انا وسياده الوزير ونشوف بقى بعد كده قامتنا الاقتصاديه بس يقولوا لنا رايهم ايه ونتحرك ازاي في الشان الاقتصادي. اتفضلي يا فندم.
طبعا أنا بكرر شكري لمعاليك دولة رئيس الوزراء على هذه الدعوة الكريمة والغير مسبوقة الحقيقة والمبادرة الهامة. والحقيقة أنا هبقى باختصار شديد من وجهة نظري في ثلاث تحديات رئيسية يمكن كلنا بندور أو هي أصل كل اللي بنتكلم عنه. التحدي الأول هو ذات طبيعة اقتصادية، زيادة التدفقات الدولارية لمصر والتقليل من التدفقات الدولارية الخارجة من مصر. ويعني أنا شايفة أن قطاع السياحة المفروض أن هو يكون القطاع القائد بالنسبة لنا، لأن هو ده الأمل الأساسي في ضوء اللي حضرتك تفضلت بعرضه. أعتقد قطاع السياحة مهم جدا، صحيح في تحديات لكن في فرص. يعني الأزمة الأوكرانية خلقت لنا فرص في تدفقات السياحة، ما يحدث في إسرائيل بالتأكيد السياحة اللي بتتجه لإسرائيل ده ممكن تخلق لنا فرص. إحنا مش محتاجين في أي استثمارات، عندنا بنية أساسية وبنية سياحية وثروات وآثار أعتقد أنها كافية جدا. عايز بس أشير أن قطاع السياحة في تركيا السنة اللي فاتت دخل 54 مليار أو ما يزيد عن 54 مليار، وبالتالي هذا القطاع قطاع مهم جدا لو إحنا ركزنا عليه بالشكل الأساسي. تقليل بقى التدفقات الدولارية، أعتقد فكرة يعني العملات الوطنية ممكن نفعلها مع بعض الدول، بالذات اللي طبعا الميزان التجاري مش في صالحنا قوي، ده ممكن، وطبعا أساتذتي في الاقتصاد ممكن يعني يطوروا هذه الأفكار. النقطة الثانية أو التحدي الثاني، التحدي الخاص بالإقليم، إنه بالفعل في إقليم ضاغط، حلقة صراعات ضغطة على مصر. الخارجية المصرية طبعا بتقوم بدور مهم جدا في تهدئة هذه الصراعات، لكن واضح أن هذه الصراعات هتستمر معنا لفترة من الزمن. وهنا الحقيقة يعني أعتقد أنه ما عادش في زمن الحديث عن دور، يعني الدول كلها تتحدث عن شراكات، بالعكس الكلام عن الدور أحيانا بيفهم من بعض الدول الصديقة ومن بعض الدول من في إفريقيا وفي كذا بأنها نوع من محاولة لهيمنة أو غير. إحنا نتحدث عن شراكات، وشراكات تفيد الأطراف المختلفة، وممكن كمان بناء الشراكات الثلاثية. يعني بالفعل احنا عندنا ثروات مهمة، منها الثروة البشرية، ونستطيع البناء على ده مع شركاء آخرين في إفريقيا وفي غيرها. والحقيقة إفريقيا لها دور محوري بالنسبة لنا ويجب أن تكون أولوية، إلى جانب يعني محاولة القفز على هذه على حلقة الصراعات. يعني خلاص هي الحرقة دي موجودة، هتاخد وقت، مش بإيد مصر إنها تحل كل هذه الصراعات، بنحاول وبنبذل جهد، لكن علينا إن احنا نقفز ونتحرك في دوائر أوسع من هذه الدرجة الدائرة اللي هي يعني ضغط علينا بشكل أو بآخر. النقطة الثالثة والتحدي، وتحدي فعلا داخلي وحضرتك تفضلت بالإشارة إليه، اللي هو خاص بعلاقة المواطن بالدولة، وقد إيه هذه العلاقة يعني بقى فيها تحديات. والحقيقة أعتقد أنه جزء كبير من حل هذه العلاقة في تعامل المسؤولين مع، وبالذات على المستويات يعني الأدنى، في مع المواطن. فكرة الباب المفتوح، الاستماع والاستجابة، أحيانا بيبقى مشكلة المواطن من وجهة نظره كبيرة جدا، ومشكلة يعني هي سهلة جدا، يعني ممكن بتأشيرة مدير إدارة أو مدير عام بتتحل المشكلة. علينا التخفيف من المواطن، مواطن يهمه رئيس مجلس المدينة أو رئيس الحي، ربما مش وزير التنمية المحلية. كذلك الحال إحنا يهمنا مثلا في الجامعات العميدة أو رئيس الجامعة، يهمناش كتير وزير التعليم العالي، مع كل الاحترام طبعا والتقدير له. وبالتالي المسؤولين في كل المستويات مهمين جدا، واشكر حضرتك. شكرا يا فندم. معالي وزير الخارجية، هل حضرتك تحب التلغرافات قبل ما أنا أعقب في هذا الشأن، وبالذات كلها صراعات الخارجية اللي أثيرت؟ تفضل يا فندم. شكرا جزيلا دولة الرئيس، وشكرا جزيلا لحضراتكم على كل ما تم طرحه. وبالفعل احنا يعني قضايا شديدة الأهمية، وبنشكر لحضراتكم اهتمامكم بالتأكيد بدور وزارة الخارجية والسياسة الخارجية المصرية في ظل المرحلة الحالية. بالفعل يعني احنا في مرحلة سيولة شديدة ومرحلة عدم يقين، إنما يعني في إجابات سريعة كده تلغرافية. أولا بالنسبة لهيبة الدولة ودورها الإقليمي والدولي، وبالفعل دكتور أسامة هذا يعني مسألة مفروغ منها بالتأكيد، ويمكن في سياسات وسائل وإجراءات عديدة
يعني ليس بالضرورة يتم الإعلان عن كل شيء، إنما بالفعل هيبة الدولة قائمة، وهيبة مصر في الخارج ودورها الإقليمي والدولي، وده أكثر مع مصر، إن الكل مقتنع إن الركيزة الوحيدة للاستقرار في المنطقة هي مصر بالتأكيد. يعني مش صدفة إن الولايات المتحدة هي اللي دفعت في اتجاه عقد الحوار الاستراتيجي بأسرع وقت ممكن، مش صدفة إن الاتحاد الأوروبي هو اللي يضغط في ترفيع العلاقات مع مصر المستوى الاستراتيجي والشامل، مش صدفة إن قوى كبرى يعني زي الصين زي روسيا الاتحادية زي غيره الكل بيتحرك في اتجاه تعميق العلاقات مع مصر، وأيضا مش صدفة إن مصر هي من الدول القليلة جدا في العالم اللي لديها شراكات استراتيجية مع أطراف، يعني هناك يعني في ظل الاستقطاب العالمي الراهن يمكن أطراف بينها علاقات عداء، ومع ذلك مصر في ظل سياسة الاتزان الاستراتيجي نجحت بالفعل إنها تعمل علاقات استراتيجية مع كل، مش عايز أقول الأضداد، إنما الأطراف حتى المتصارعة مع بعضها البعض، ودي حاجة تحسب طبعا للقيادة المصرية وللسياسة الخارجية المصرية. سد النهضة يعني مصر طبعا يعني دولة ليست قليلة الحيلة، مصر لديها رؤية واضحة جدا جدا في التعامل مع هذا السد، ولا أقول عليه سد النهضة وإنما هو السد الإثيوبي لتداعياته السلبية على مصر. عندنا إجراءات، عندنا تحركات، إنما مش بالضرورة أيضا كل شيء سيتم الإعلان عنه، إنما الهدف الأساسي هو بالتأكيد التقليص إلى أقصى حد ممكن أو لأدنى حد ممكن من مخاطر هذا السد على مصر. وإحنا أعلنا بوضوح أن بالتأكيد هناك إجراءات تتخذها مصر وفقا للقانون الدولي للدفاع عن مصالحها المائية إذا حدث ضرر، إذا حدث أي ضرر للأمن القومي المصري، مصر لديها من الإجراءات كما ذكرت والسياسات والأدوات وأيضا الرؤية والرؤى للتعامل مع حدوث أي ضرر. بالنسبة لإفريقيا يعني أنا بقول بمنتهى الوضوح، أفريقيا هي مستقبل مصر وهي مستقبل عملية التنمية في مصر. يعني الفترة الأخيرة يمكن آخر 10 سنين الشركات المصرية هنا خدت خبرة غير عادية في عمليات الإنشاء وعملية البناء والبنية التحتية، ولذلك يعني أنا التقيت يمكن على الأقل بـ20 وزير إفريقي في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة. البند الأول في كل لقاء هو عايزين الشركات المصرية، وشركات معروفة بالاسم تتقال بالاسم، عايزين لدرجة ان بعض الدول ودول مهمة ودول كبيرة بتقول في دول اخرى ودول متقدمة عملت مشروعات انما انتوا بتعملوها بالكفاءة الافضل وبالتأكيد طبعا بتكلفة اقل. فبالتالي احنا شايفين الشراكات مع افريقيا بتتحول مش شوية منح هنا وهنا، لا احنا بنتكلم على علاقة شراكة حقيقية، هو يستفيد وانا يستفيد. بالتأكيد بنحاول بنتحرك في موضوع الاستثمار، القطاع الخاص المصري بيلعب دور مهم جدا، احنا استثماراتنا الآن بتتجاوز $14 مليار استثمارات مصرية جوه القارة الأفريقية. أيضا مسألة في السيد رئيس الجمهورية صدق والسيد دولة رئيس الوزراء ابتدينا في عملية تنفيذ وكالة، ودي أنا أعتقد هتكون لها نقطة تحول أساسية في التعامل مع أفريقيا، وهي وكالة ضمانات الاستثمار في أفريقيا، ودي هتبقى حاجة مهمة جدا لتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة المصرية إنها تروح وتشتغل في أفريقيا. وطبعا هذه الوكالة هيكون يعني دائرة عملها مناطق التي تمس الأمن القومي المصري مباشرة، كان منطقة الساحل أو القرن الأفريقي أو منطقة طبعا حوض النيل، ويأتي بعد ذلك باقي المناطق في أفريقيا. بالنسبة للسياسة الخارجية المصرية احنا لا نملك على الإطلاق حتى مجرد التفكير في عدم التحرك النشيط، مسألة الانكفاء أو الكمون الاستراتيجي ده غير مطروح على الإطلاق ولا يصح ولا يتعين ان احنا مجرد نفكر فيه.
لأن إذا مجرد فكرنا فيها نلاقي هذه التهديدات الخارجية تدخل لنا جوه، فبالتالي الحركة الدؤوبة النشيطة للسياسة الخارجية في كل دوائر التحرك بتاعها، وخاصة الدائرة العربية، الدائرة الإقليمية والدائرة الإفريقية دؤوبة. والآن هناك سياسات وهناك أيضا أدوات لعملية التنفيذ، ودي مسألة مهمة جدا لتنشيط الدور المصري. طبعا القضايا اللي حوالينا فلسطين، السودان، ليبيا، أنا بتفق مع الدكتورة نورهان، هي لازم نقبل إنها أزمات ممتدة قاعدة معانا لعدة سنوات، لكن كلها بتمس الأمن القومي المصري، وبالتالي التدخل المصري موجود، الطرح المصري موجود، الرؤية المصرية موجودة، دون بتأكيد الحال بطبيعة الحال إن احنا يعني يبقى في مخاطر عالية إن احنا نتورط في صراعات عسكرية مسلحة، إلا إذا كان في تهديد للأمن القومي المصري والحدود المصرية. طبعا المراجعة الدورية دكتور نيفين، يعني يمكن هيبقى للمرة الأولى في تاريخ هذه المراجعات الدورية إن رئيس اللجنة العليا لحقوق الإنسان اللي هو وزير الخارجية هو اللي يقود الوفد المصري نفسه، وده لإرسال كان تكليف من السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس الوزراء، حتى تكون هناك رسالة واضحة بأن الدولة المصرية ماضية قدما في مسألة الإصلاح السياسي، وإن في إرادة سياسية من السيد رئيس الجمهورية نفسه، لم يضغط أحد علينا أن سيادته يطلق الحوار الوطني أو يطلق الاستراتيجية الوطنية، وإنما كلها ملكية وطنية جاءت بطرح ومبادرة من السيد رئيس الجمهورية حتى تكون هناك ملكية وطنية، وحتى ندفع، لأن زي ما بنقول ده بيحقق مصلحة الشعب المصري وليس لإرضاء أي طرف خارجي. وإحنا لسه أنا متكلم مع الدكتور ريا رشوان إن لازم يبقى فيه الحوار الوطني ممثل في الفعاليات الجانبية اللي هتكون في جنيف على هامش عملية المراجعة الدورية. ختاماً يعني طبعا في إعادة تشكيل للنظام الدولي وفي إعادة تشكيل للمنطقة، وإحنا على دراية بهذا الأمر، وبالفعل يعني في فرق عمل بتعمل ولطرح البدائل على السيد رئيس الجمهورية، أيضا إعادة الصياغة العلاقة مع إسرائيل ومع إيران. إحنا يعني ليس هناك أي محاذير ولا خطوط حمراء، إحنا بنتحرك في إطار المصلحة الوطنية المصرية بالتأكيد، وكل المشكلة مرة أخرى بالنسبة لأثيوبيا ليست فقط هذا السد، ولكن أيضا إذا كان هناك سدود أخرى، وبالتالي لكل حادث حديث. آخر حاجة بالنسبة للثقافة، الدكتور أحمد زايد، ومعذرة دولة الرئيس على الإطالة، إنما في عجالة سريعة، بالتأكيد القوى الناعمة المصرية هي أحد الأدوات الفعالة للسياسة الخارجية المصرية. يعني من الصدفة إن لما بنسافر نروح رواندا يبقى الدكتور مجدي يعقوب ومركز القلب. طبعا الدراما والسينما لها دور مهم جدا، ويمكن الدراما الأخيرة في شهر رمضان الواحد لقى الصدى لبعض المسلسلات اللي كان لها صدى أيضا في الخارج وفي دول إقليمية، وبيتكلموا بالاسم، فإحنا بنستعيد دورنا والثقافة المصرية مرة أخرى. وبالتأكيد الكنيسة والأزهر الشريف لهم دور كبير جدا كقوة ناعمة في تنفيذ السياسة الخارجية المصرية. أخيرا وليس أخيرا، قالت الدكتورة نورهان بالنسبة للعملات المحلية، إحنا فعلا في تحركات في إطار البريكس، وأيضا كنت في لقاء مع وزير خارجية الصين كنا بنتكلم على إتمام جزء كبير جدا من المعاملات التجارية بالعملة الوطنية، إن كانت اليوان أو الجنيه المصري. ويعني إحنا بالفعل يعني التحديات الحالية لا تستطيع أي دولة أيا كان حجمها بما في ذلك الولايات المتحدة إن هي تواجهها بمفردها، فبالتالي أنا بتفق إن إحنا بنبني شراكات مع الدول الصديقة، مع الدول الشقيقة، إن إحنا نحاول نواجه هذه المخاطر وهذه التحديات الوجودية، التحديات الوجودية للدولة الوطنية بالنسبة للعديد من الدول العربية. وبالتأكيد يعني الجهد لن يتوقف، لأن دي
مسألة بتمس ليس فقط مصلحة مصر ولكن مصلحة الإقليم العربي بالتأكيد. وشكرا جزيلا. شكرا يا فندم. اسمحوا لي هعقب سريعا معلش فندم عشان ندي بقى الفرصة لبقية الزملاء وما نطولش عليكم هم يتكلموا. خلينا اتكلم، يعني انا مش هقدر اتكلم في حضرة عدد كبير من المفكرين السياسيين، ولكن المنطقة وظروف العالم وكل عصر بيختلف اسلوب ادارته واسلوب التعامل معاه طبقا لمعطياته. ما زال يعني لدي بعض الاجيال، واحنا اعتقد ان احنا من هذه الاجيال، فكره الرياده وحلم الرياده. واعتقد المعطيات اللي في العالم النهارده ما بقتش بتتكلم بهذا الشكل خالص. هي بقت بتتكلم بفكر زي ما بعض حضراتكم اتقالوا، التحالفات والاشتراكات والشراكات والمصالح اللي خاصة بالدول وإزاي إنها تتعامل مع بعضها البعض. بل على العكس، يعني يمكن كانت مشكلتنا لفترة ما إن كان هناك وصلنا إلى مرحلة العالم اللي هو القطب الواحد. اللي بيحصل دلوقتي، ويمكن حضراتكم أساتذتنا يصححونا، هم فعلا إعادة تشكيل لموازين القوى وتغيير شكل العالم بالكامل زي اللي حصل في بدايات القرن العشرين بالضبط. يعني الخريطة كلها سقوط امبراطوريات بالشكل التقليدي اللي حصل في بداية القرن العشرين، امبراطوريات الكبيرة اللي كانت موجودة، الإنجليزية، الفرنسية، العثمانية، وبتبدأ قوة جديدة بتختلف شكل التأثير، والموضوع ما بقاش بالاحتلال العسكري بل بقى بنفوذ بأفكار كثيرة جدا أخرى. منطقتنا ابتدى التغيير الحقيقي يحدث فيها منذ تغيير النظام الحكم في إيران في أواخر السبعينات، وأذكر حضراتكم بهذا الموضوع. بعد كده الحرب العراقية الإيرانية، حرب الخليج، غزو العراق، ثم مرورا بكل الثورات اللي أطلق عليها الربيع العربي في 2011. كل ده كان هدفه في النهاية، مهما كانت النوايا ومهما كانت الأفكار، كان تغيير شكل المنطقة بالكامل وتغيير موازين القوى بالكامل. وأعتقد يعني بصورة أو بأخرى يجب أن نعترف أن المحصلة في هذه المرحلة هو تحقيق ما كان هناك تخطيط لي من البداية في وصول هذه المنطقة إلى مرحلة من الضعف والتفكك، بحيث يبقى هناك أجندات أخرى ممكن أنها تحاول أن تفرض أفكار وأطروحات أخرى على هذه المنطقة. وبالتالي يمكن أنا بتفق مع كل اللي بعض اتقالوا إن يعني عشان مصر النهاردة الدولة الوحيدة الحمد لله حتى هذه اللحظة استطاعت طبعا بتوفيق من ربنا وفي نفس الوقت بنوع من الحكمة والرشد في اتخاذ القرارات، إن احنا لا ننزلق إلى هذه المعتركات ولا نكرر بعض الأخطاء اللي حصلت في إن اندفعنا في بعض المغامرات اللي كلفت الدولة الحقيقة كثيرا جدا 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 في مراحل سابقة، ويعني بدون يعني إعطاء أمثلة. وبالتالي النهاردة، وأنا يمكن عايز أأكد على هذا الموضوع، بناء الدولة القوية، وزي ما مع أخي زميلي معالي وزير الخارجية قال، بالتأكيد بيظل دور مصر المحوري مهم جدا على الخارج، ولكن الأهم النهاردة أن يبنى الداخل، ويبنى الداخل حقيقة بكل شيء. الدولة المصرية كانت بتعاني من مشاكل وتحديات كبيرة جدا 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 على مدار عقود، منذ يعني أحدد بوضوح شديد منذ حرب 67، بسبب تداعيات كثيرة جدا أثرت على الدولة المصرية وأدت إلى مشاكل وتحديات متراكمة حتى هذه اللحظة إحنا ما زلنا بنتعامل مع أثرها وبنعالج فيها. ولكن النهاردة بقى التحدي الأكبر إنك محتاج تبني دولة، ومعاها الدولة هنا بكل مقوماتها، مقومات المكان والبنية الأساسية والإنسان، وده شيء مهم جدا جدا جدا. لكن عشان أقدر إن أنا أبني دولة وأحرك اقتصاد وأدفع عجلة اقتصاد والكلام ده كله، كيف كان إن أنا أقدر أعمل هذا الكلام وأنا لا عندي الطاقة الكافية ولا عندي المية الكافية ولا عندي البنية الأساسية الكافية ولا عندي الطرق ولا المحاور ولا الأماكن المنماة اللي ممكن إن أنا أتكلم على جذب استثمار وإن أنا أعمل فيها منشآت وأعمل فيها تنمية في دولة حضراتكم عارفين بعض يختلف أو بعض يتفق
واحد من التحديات الكبرى فيها الزيادة السكانية المستمرة اللي مضى على مدار عقود كبيرة جدا، واللي النهاردة كانت بتسبق قدرات الدولة أو تخطيط الدولة في عملية التنمية عشان استوعبها بطريقة مخططة. فأفرزت وضع بقينا بنتعامل معاه إن في تنمية غير مخططة بقت هي اللي تمثل الشكل الأغلب في المدن والقرى بتاعتنا، والنهاردة أنا مطالب إن أنا أصلحها، وفي نفس الوقت ما كررش نفس الغلطة إن أنا أسيب الزيادة السكانية تحل المشكلة بمعرفتها، وبالتالي هتخلق لي تاني كيانات غير مخططة وبؤر هتنفجر فينا بعد كده، وبالتالي لازم إن أنا أكون بشتغل على الاتنين، أصلح القديم وفي نفس الوقت أخطط وابني للجديد، لأن اللي اتعلمناه من التجربة إذا ما سبقتش الناس بتسبق، والناس بتسبق من غير تخطيط، وده عذرها، هو في الآخر عايز سكن، عايز مكان يعيش فيه، عايز فرصة عمل، وبالتالي مش هيقدر إن هو يستناني عقبال ما أنا أبدأ أركز فقط على نقطة أو اتنين أو تلاتة. مشكلتنا إن التراكم التحديات والمشاكل في الظروف اللي احنا كنا فيها فرضت على الدولة انها تحاول تجري في كل الملفات في وقت واحد عشان تعوض تأخر وتراكم لعقود وفي فترة زمنية بسيطة، وياريت ده في ظل ظروف مستقرة، يعني ياريت الظروف الخارجية اللي معانا بتساعدنا على هذا الكلام، لا ده احنا كمان بنواجه تحديات هائلة في الخارج بتفرض علينا كمان أعباء وتحديات إضافية. أنا بس بدي المقدمة دي عشان نبقى كلنا عارفين، لأن أرد على النقاط اللي بتتقال أنتوا ركزتوا على البنية الأساسية وما ركزتوش على الإنسان وعلى التعليم، لا يعني أنا عايز أقول إحنا اشتغلنا على البنية الأساسية لأن دي كانت فعلا كنا وصلنا لمرحلة أنا آسف أقولها من التدهور والترهل في البنية الأساسية ما كانش ينفع أن الدولة تتحمل أكتر من كده. ومشكلتنا وأركو وحضراتكم تبقوا عارفين كويس قوي، كان البني آدم عشان يتحرك جوه القاهرة بيبقى عارف كويس قوي مدى المعاناة في كل مشوار ممكن ياخده. الكلام ده ليه تمن، لما ان انا يعني الكلام ده ليه تمن، ليه ان احنا النهاردة بنتحرك. اسباب التخطيط، ورد على الدكتور اسامة، احد الحاجات الاساسية في تخطيط ونمو وتقدم الدول المتقدمة الاعتماد على وسائل المواصلات العامة وصديقة البيئة، وليس الاعتماد على السيارات الخاصة. مشكلتنا في مصر إن إحنا كنا متأخرين قوي قوي قوي، كان كل اللي عندنا خط واحد واثنين لمترو الأنفاق، كان عندنا زمان حاجة اسمها كلنا شفناها وإحنا في طفولتنا، كان في الترام أبو وكان بيتحرك أبو سنجة، وكان عندنا أوتوبيسات، كل ده ترهل وانتهى مع مدينة بدأت باتنين تلاتة مليون النهاردة فوق الاتنين وعشرين مليون. فبالتالي عشان تقدر تتحرك جوه هذه المدينة غير موضوع الطرق كان لازم تخلق وسائل نقل جماعي كبيرة، لازم يبقى عندك أربع وخمس وست خطوط مترو أنفاق، لازم يبقى عندك قطارات مكهربة، لازم يبقى عندك مونوريل واثنين وتلاتة، والكلام ده مش احنا اللي كنا حاطينه، المخططين حاطينه من عشرين وتلاتين واربعين سنة وبيقول الكلام ده لازم يتعمل في الدولة المصرية. وبالتالي كل ما بنتأخر كل ما المشكلة بتتفاقم أكتر، فكان لازم نتحرك في هذه الملفات عشان هي دي اللي بتفتح شرايين التنمية في البلد. بلد طول حياتها قاعدة على 4-5% من مساحتها لأني مش فاتح شرايين للناس تتحرك فيها. النهاردة أنا بقولها لحضراتكم إحنا فوق الـ 12% نسبة المعمور في مصر. يعني أنا أتذكر معلش عشان كلنا التخطيط كان حلم الدكتور كمال الجنزوري الله يرحمه في المخطط لما عمله في أول ما تولى وزارة التخطيط، وحط إن مصر تبقى على نسبة معمور من 15-20%. طب إحنا النهاردة لما هكمل الشغل اللي بيحصل جوه البلد دي هتجاوز 15%. طب ما هو ده اللي إحنا كلنا كنا بنتعلمه في التخطيط ودرسناه. ما هو الكلام ده هو هيتعمل ببلاش؟ لا، ده محتاج إنفاق مئات المليارات من الجنيهات عشان أعمل الكلام ده، عشان أعملها لمين؟ للمئة وعشرة مليون بني آدم اللي محتاجين النهاردة أبقى بخلق لهم أماكن، لأن البديل لو ما خلقتش هذا الكلام هيفضل التكدس وتآكل الأراضي الزراعية اللي حضراتكم كلنا شفنا هذه الظاهرة بتحصل في مصر بحجم قد إيه. يعني أنا بس بدي هذه المقدمة، مش معناها إن إحنا ما اشتغلناش على التعليم والصحة، لا اشتغلنا على التعليم والصحة، ولكن هي المشكلة مشكلة كبيرة جداً. وأرجو عشان برضو يعني إحنا أنا تعلمت في مدارس حكومة كلها
ودخلت جامعة القاهرة وتخرجت من جامعة القاهرة وخرجت وخدنا كلنا منح للخارج، وكان كلنا بيتم الإشادة بمستوى التعليم اللي موجود في مصر. طب أنا عايز أقول لحضراتكم عشان برضو بعيدا عن المبالغة وجلد الذات، ما زال الخريج من جامعة القاهرة وجامعة عين شمس ومن الجامعات الكبيرة مطلوب في كل حتة بما فيها الدول المتقدمة. الطبيب المصري النهاردة الولاد قبل ما بيتخرجوا بيبقى جاي لهم عروض من دول متقدمة عشان تاخدهم. المهندس المصري المتخصص علومه يمكن حسيب للدكتور أحمد الكلام ده في علم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. حضراتكم بصوا النهاردة على تركيبة مين اللي ماسك هذا القطاع في كل الدول المحيطة، هتعرفوا مين اللي ماسك هذا القطاع، هم المصريين. فالموضوع مش يعني محتاجين نطور، بالتأكيد محتاجين نطور التعليم اللي هو ما قبل الجامعي، بالتأكيد عندنا تحدي كبير جدا. ولكن هو مشكلتنا فيه مش مشكلة فقط ان انا اركز على بنى مدارس المدرسة. انا بس عشان حضراتكم نبقى عارفين، المدرسة النهاردة لما بحسبها بتكلفة الفصل اللي هو محمل عليه كل المنافع الاخرى في المدرسة، تكلفة الفصل النهاردة وصلت لمليون جنيه عشان ابني مدرسة النهاردة فيها عدد معين من الفصول. اضرب عدد الفصول في رقم مليون جنيه او اكتر كمان دلوقتي، وتعرف دلوقتي قيمة المدرسة. بس ده ملوش علاقة، ياريت ده فقط المنشأ، لكن انا الاهم معاه المعلم. انا محتاج كم معلم عشان يبقوا موجودين النهاردة في حجم النهاردة تحدي رهيب جدا من زيادة عدد سكان والتحرك في النهاردة ان انا عندي بقت كثافات نتيجة لان احنا تأخرنا كتير قوي في انشاء المنشآت التعليمية الكافية اللي كانت تتواكب مع تسارع الزيادة السكانية، وكمان أأهل ودرب المعلمين في هذا الموضوع. فالقضية الدولة بتتحرك فيها، ولكن يعني أرجو إن إحنا لازم كلنا نبقى واعيين، وحضركم أكتر مني واعيين. التحول وإنشاء دولة حقيقية متقدمة ما بيحصلش في 4 و5 و10 سنين. كل التجارب اللي إحنا تعلمناها، التجارب اللي بيتقال عليها النمور الأسيوية، كوريا، ماليزيا، اليابان، الكلام ده أقل تجربة منهم نتيجة لعدد السكان بتاعها البسيط زي سنغافورة أخذت فوق 20 سنة عشان تتحول من دولة يعني متأخرة إلى دولة على مستوى كويس. وسنغافورة دي 5 مليون بني آدم. ماليزيا خدت فوق 20 سنة، كوريا خدت 30 سنة، الصين التجربة العظيمة اللي احنا كلنا النهاردة بنتكلم فيها فوق 70 سنة. التجربة بتاعت مصر محتاجة تاخد وقتها وفرصتها انها عشان تقدر تبني وتصل الى اللي كل مصري النهاردة بيطمح ويحلم فيه. الدولة عندها الرؤية وعندها التوجه وعندها الارادة انها تنفذ هذا الكلام. طب هل عشان ما نظلمش السابقين، هل ما كانتش هذه الافكار موجودة؟ لا، الافكار كانت موجودة وكنا بنناقشها قبل 2011، والدكتور علي عارفة، والدكتور محمد كمال عارف، والدكتور حسام البدراوي عارف، واحنا كلنا والدكتور مصطفى كان في افكار كتيرة. ولكن هل كان هناك قدرة على تنفيذ هذه الافكار؟ هل اتنفذت على الارض؟ هي دي كان التحدي الكبير اللي كان موجود. هناك افكار كثيرة. القيادة السياسية النهاردة اللي موجودة، سيادة الرئيس السيسي ما قالش انا حرمي كل اللي اتعمل ده وهعمل انا افكار من جديده وانفذها. هو كل اللي عمله انه خد الشغل اللي كان موجود قبل كده اللي بناه خبرات وعقول وقال هنزل انفذه. هو ده اللي بيتعمل. طيب ممكن يكون هناك بعض الـ نقدر نقول عليها الـ الحيود في اثناء التنفيذ، ده وارد، دي تجربه بشريه وطبيعي، ما فيش حد هينفذ حاجة بنسبة 100%. لازم أي تجربة هيحصل، لو طالما قلت إنها وصلت ل70% 75% ده أعتقد نقدر نقول عليها تجربة إيجابية، ونبني على هذا الكلام ونحاول نحل السلبيات، أو إذا كان موجودة نحلها إزاي ونتعامل معها إزاي في ظروف كلنا عارفين ما فيش تجربة نقدر نقول عليها بتصل إلى 100%. فاللي بنعمله النهاردة كدولة مصرية إن بنتحرك نحو تنفيذ كل الخطط والرؤى اللي كانت موضوعة من قبل كده، لأن ما كانش عندنا رفاهية إن أنا أرجع تاني أبدأ أخطط من أول وجديد. ودي كانت دايماً مشكلة مصر، وأنا آسف أقولها دايماً، ودي يعني إحنا بناخدها على بعض الدعابة. كان بيتقال من أيام الفراعنة أو أيام الملوك، كل واحد يجي يقولك أنا أروح يروح مسح اللي كان اسم اللي كان مكتوب على المعبد أو على البتاع وحط اسمه هو عشان يقول ان انا اللي بعمل وانا هبدا من اول وجديد. احنا كل اللي بنعمله دلوقتي بنحاول بالعكس،
احنا بنقول كان في هناك خطط ومحاولات كانت جيده جدا في الاول نبني عليها. مشروع زي شرق بورسعيد مش كان موجود، شرق التفريعه وكان موجود قبل كده، مشروع توشكا ما هو كان موجود قبل كده، ولكن الدولة ما قدرتش إنها تكمل التجربة. دايماً كانت المشكلة نبدأ وبعدين نتوقف ونتراجع ونقول لا ده كان فكرة مش مظبوطة، بينما لو لدينا الإصرار على الاستمرار في تنفيذ كل الأفكار اللي كانت موجودة للعلماء موجودين، هو ده اللي بيحقق النجاح لأي دولة، الاستمرار على تنفيذ نفس النهج. مش معنى كده إن النهج ده ممكن ما يبقاش فيه أخطاء، بالعكس هيبقى ممكن يبقى فيه أخطاء بس نصححها وإحنا ماشيين. الدول التانية عملت كده بالظبط. الصين استمرت لما ابتدت تقرر انها تغير التجربة بتاعتها من اواخر السبعينات وتتجه للتحول الموضوع، هو اللي وصل الصين النهاردة للي هي فيه بعد كام سنة، بعد فوق 50 سنة من تجربة. فده اللي انا بأكد عليه، احنا كدولة النهاردة بنحاول نشتغل بهذا الشكل، لكن التحدي الاكبر ان الظروف اللي كانت جايز موجودة، يعني انا هقولها كده من السبعينات والثمانينات والتسعينات، ان جايز كان هناك في فرصة إن كان في استقرار شوية حتى في المحيط اللي حوالينا، ما بقتش موجودة النهاردة. النهاردة بقت التحديات أكبر وأعظم، والضغط علينا وعلى المنطقة واضح تماماً وعلى العالم كله. فبالتالي أنت بتشتغل النهاردة في أكثر من تحدي، بناء الداخل عشان تبقى قوة لها تأثير وتقدر إنك أنت تحقق مصالحك في دولة طول، وأنا بأكد عليها اليقين المصري أن إحنا لا نريد أن يكون لنا أحلام ولا توسعات على حساب دول أخرى، بالعكس تماماً إحنا عايزين دولتنا تتقدم والدول اللي حوالينا أنها كمان هي كمان تتقدم. دي عقيدة موجودة أعتقد في مصر ولم تتغير لعقود في الفترة الأخيرة، لكن هي زي ما بقول لحضراتكم هذا هو التحدي الأكبر، كيف تبني دولة وتتحرك وتصر على النهج بتاعك وفي نفس الوقت حجم تحديات وعدم يقين رهيب بيحصل على مدار الفترة السابقة. الدولة احنا كنا قبل جائحة كورونا كنا واصلين لمستويات نمو 5 و6%، ويعني وماشيين بطريقة معينة، حصلت زي ما بنقول الصدمات الخارجية المتعاقبة اللي ورا بعضها أدت إلى مشاكل كبيرة جداً اللي احنا النهاردة بنحاول نتعامل معاها ونصححها ونغير ونتعامل معاها وبنشتغل عليها بقوة كدولة في هذا الشأن. أنا عايز بس أكد لحضراتكم في موضوع ملف سد النهضة، وهذا الموضوع زي ما معالي وزير الخارجية قاله معطيات والظروف اللي أعلن فيها هذا المشروع، وحضراتكم أذكر حضراتكم وأعلن بصراحة في 2011 خرجوا وأعلنوا في إبريل 2011 التنفيذ المشروع في وقت كانت الظروف اللي موجودة في مصر حضراتكم أعلن بها بالكامل، وبدأوا الخطوات التنفيذية والشغل والكلام ده على الأرض. وبالتالي إحنا النهاردة كدولة لأن حريصين كدولة على معطيات الإقليم وعلى القارة وعلى علاقتنا مع كل دول اللي معانا، احنا كنا بنتعامل مع كيفية الوصول الى تعامل مع هذا المشروع، وان احنا ازاي احنا مش ضد التنمية ودايما بنقولها مش ضد التنمية، ولكن احنا ضد اي شيء يؤثر بالسلب على مصر. وبالتالي تعاملنا مع هذا السد في ضوء هذه المعطيات وهذه الثوابت، ونقدر نقول احنا بحمد لله حتى هذه اللحظة نجحنا بان احنا يعني بقى موجود صحيح، ولكن بأقل الأضرار على مصر في حتى هذه اللحظة في ضوء المشروعات الأخرى اللي احنا اشتغلنا عليها. ولكن التحدي اللي احنا بنتكلم فيه واللي قاله سيد الوزير الخارجية، وبنقعدش نتكلم طبعا بصورة منفتحة هذا الكلام، الأساس بالنسبة لنا هو حماية حصة مصر اللي موجودة في مياه النيل اللي معروفة بالكم والحفاظ على هذه الكمية. وبالتالي أي معطيات جديدة من شأنها أنها ممكن تؤثر على هذه الحصة، الدولة المصرية هيكون لها توجه آخر تماماً. وبالتالي هذه النقاط إحنا بنتحرك في هذا الموضوع بكل المعطيات الدبلوماسية والأمنية وكل شيء لهذا الشأن. فدي اللي أنا مرة أخرى بأكد عليها في هذا الدور. الحقيقة يمكن ملفات اتكلموا بالنسبة للزملاء واتكلموا عليها،
وبالرغم من انها ملهاش علاقه بالسياسيه ولكن اتكلموا على الشان الداخلي، وانا حاسب حابب ان انا هرد عليه عشان نفتح المجال.